مساء الخير مشاهدينا الكرام اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده معكم مع ناس كما اوضحنا منذ ايام قليله انه على امتداد فعاليات مؤتمر الشباب في شرم الشيخ المنعقد في الفتره من آه الثالث وحتى آه العاشر من شهر نوفمبر ان شاء الله على امتداد حوالي سته ايام إن شاء الله هنكون معكم في تغطيات خاصة بهذا المنتدى وفعالياته ومناقشاته نفرد مساحات كبيرة جدا في لقائنا اليوم مع حضراتكم في برنامج مع الناس لتغطية جانب من هذه المناقشات المهمة اليوم وما زالت فعاليات هذا المنتدى مستمرة ونحن بصدد يومه الثالث إن شاء الله في الجزء الأول من حلقة الليلة نتطرق إلى رؤية الشباب للمنتدى من خلال الكتلة الشبابية التي مشاركة في هذا الحدث المهم حيث تمت مناقشه مناقشه استضافه السيد الرئيس للحديث اكثر حول اهداف هذه الكتله الشبابيه ودورها في تمكين الشباب وتاهيلهم للعمل السياسي والاجتماعي وايضا اهم النقاط التي خرجنا بها من منتدى شباب العالم في دورته الثانيه على ارض مدينه السلام مدينه شرم الشيخ. كما إن شاء الله سنستضيف الأستاذ حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين للحديث حول التغطية الإعلامية للمنتدى ومدى تأثير المنتدى على تحسين صورة مصر في الخارج ورؤيته للمنتدى في الجزء ده إن شاء الله يكون في الجزء الأول وإن شاء الله هيكون معنا برضو أحد الشباب المتابعين لفعاليات المنتدى في الجزء الأول، أما في الجزء الثاني من الحلقة نتعرف على نموذج شبابي آخر أخرج خمس أفلام قصيرة شاركت بها وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان دلهي السينمائي، فاز أحدهم بجائزة أفضل فكرة ولعلنا تابعنا بعض هذه الأفلام. بعد قليل نستضيف المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي لوزاره التضامن الاجتماعي لتفاصيل اكثر عن تلك الافلام وفكرتها والاهم نبحث معه مدى تاثيرها على المواطن يجيبنا ايضا على سؤال مهم هل حققت تلك الافلام الهدف المرجو منها ام لا كل هذه الموضوعات إن شاء الله نناقشها مع حضراتكم في حلقة الليلة بعد قليل ولكن دعونا نبدأ كالمعتاد دائما بقراءة سريعة لأهم وآخر عناوين الأخبار بعدها نبقى أيضا مع بعض الأخبار بشيء من التفصيل السيسي مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر علينا سلبا بسبب قله الوعي. مدبولي، السنوات الاربع الماضيه شهدت نمو العلاقات المصريه الصينيه. التموين، تسجيل نحو 4.2 مليون مولود جديد على اكثر من 1.1 مليون بطاقه ذكيه حتى الان. الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين بحي المعادي متلبسين بالرشوة النائب العام يأمر بإحالة أربعة مسؤولين بمستشفى المطرية في وفاة طبيبة صعقا للجنح نقل 614 قطعة أثرية للمتحف الكبير بالرماية قبل افتتاحه في 2020 الإسكان بيع 26 ألف كراسة شروط الإعلان العاشر ومد ساعات العمل بمكاتب البريد. مصر تشيد بالتطورات التي شهدها ملف حقوق الانسان بالسعوديه. ارتفاع الاحتياط النقدي لاكثر من 44 مليار دولار. السبت الاعلان عن كشف اثري جديد بسقاره. اهلا بكم مجددا نبقى معكم في هذه الجوله الاخباريه السريعه ايضا نتابع بعض من اهم الاحداث المثاره في الشارع المصري. نبدا ايضا بالحدث الابرز هنا في مصر منتدى الشباب او مؤتمر الشباب في شرم الشيخ. ولذلك نبدا بهذه المتابعه فالرئيس عبد الفتاح السيسي قال في حواره المفتوح مع مجموعه من الشباب مع نهايه فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشباب العالمي من حقي أحلم عشان بلدي بس مش أنا اللي هحقق حلم المصريين اللي هيحقق حلم المصريين هم المصريين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت بمصر حتى اليوم لو تمت هذه الإجراءات في أي توقيت آخر ومن عشر سنوات أو من خمستاشر سنة دي كانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس القريب لكن دعونا نتابع جانب من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حواره المفتوح مع مجموعة من شباب العالم ونعود لاستكمال جولة الأخبار وخلينا أقول نقطة صغيرة بس توضح فكرة الإيمان بالمسار وإحنا بنتكلم مع الدكتور خالد من 20 يوم كده ولا شهر فبقول له أنتوا دلوقتي هتعملوا في التشريعات المطلوبة عشان نبقى في نظام التقييم اللي إحنا معمول بيه يبقى نظام تقييم يسمح لنا ان احنا من بدري آآ آآ يعني يتحقق الهدف المطلوب منه ومهم قوي ان احنا نعرف ان يعني عشان كتير من المت... اللي متابعينا دلوقتي يقولوا ليه الحكومه دايما او احيانا بتبقى متاخره هي الحكومه مش متاخره هو المسار بياخد اجراءات كتير جدا ان في قوانين بتحكم الدوله مش الموضوع مش زي ما احنا عايزين نعمل كده نتحرك في المهم فكنا بنتكلم على ان احنا عايزين نعمل المسطره اللي الدكتور خالد بيتكلم عليها واللي احنا حتى محتاجين نعملها في كل في كل التعليم بتاعنا واللي احنا محتاجين نعملها في قياس وتقييم وتقدير مواطنينا بعيدا عن او او تقليلا ما امكن تدخل العامل البشري في هذا التقييم نبقى في منتدى شباب العالم لعلنا أشرنا في البداية عن الفترة التي يستغرقها المؤتمر قلنا من ثلاثة إلى نوفمبر لكن الصح طبعا هو من 3 حتى السادس من نوفمبر أربعة أيام بتشهد مدينة شرم الشيخ لفعاليات هذا المنتدى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه توجه بتحية شكر وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديره للمرأة المصرية ومساندته ودعمه الدائم لها وبالتأكيد على مكانتها في المجتمع خلال جميع خطاباته في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية. كان السيسي قد اكد خلال جلسه اجنده افريقيا 2063 او 2063 التي نريدها اكد ان المراه المصريه لها تقدير خاص قائلا لدينا برامج خاصه برعايه المراه في مصر لان المراه لها وضع خاص وده مش كلام مجامله، كما تعهد الرئيس بتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من خلال التمويل والاستثمار ضمن توصيات منتدى شباب العالم، وعدم الانتظار إلى ترأس مصر قمة الاتحاد الافريقي، وذلك في استجابة سريعة منه لدعوة إحدى المشاركات بالمنتدى لتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من خلال ترأس مصر الاتحاد الافريقي في شهر يناير القادم. ايضا نبقى قليلا في شرم الشيخ لفته انسانيه من نوع خاص جدا السيده كريمه والده الراحل عبد الوهاب يسري الشاب الذي ابدع في تنظيم منتدى شباب العالم الاول وتوفي قبل انطلاقه بعده ايام فوجئت بصورته تتصدر البهو الرئيسي لمنتدى شباب العالم في لفته انسانيه من اللجنه المنظمه التي خلدت اسم الراحل بلوحه تذكاريه الام اجهشت بالبكاء ووقعت ايضا على هذه اللوحه يرحمه الله رحمه واسعه نذهب الى خبر اخر في اطار مبادرة بداية جديدة والتي اطلقها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي. دكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس ادارة البنك سلم مجموعة جديدة من المتعافين من الادمان شيكات لانشاء مشروعات صغيرة تساهم للعودة الى العمل والانتاج وتمكينهم من ايجاد مصدر رزق لهم. وصرح دكتور فاروق أن قيمة القرض الواحد تبلغ 80 ألف جنيه بحد أقصى على أن يتم سداده على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة تصل إلى 10.5% سنويا مضيفا أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بإشراف دكتور عمرو عثمان مدير الصندوق يتولى تحويل ملفات الحالات الى البنك متضمنه الطلب ودراسه جدوى للمشروع وكذلك تقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق ايضا يفيد بتعافي الحاله من التعاطي بالاضافه الى خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحاله الى انتكاسه خلال الشهور العشره الاخيره أصدر الدكتور هالة سعيد وزيره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري مجموعه من الخطابات لاكثر من 90 جهه حكوميه وذلك للترشح لجائزه مصر للتميز الحكومي لعام 2018 والتي تتم تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل تلك الجهات جميع الوزارات والمحافظات والجامعات ومن ضمن جوائز التميز الوظيفي جائزه القيادات المتميزه وتهدف الى تكريم القيادات المتميزه على مستوى الدوله الجائزة الثانية جائزة الابتكار والإبداع الفكري وتتم هذه الجائزة تشجيعا للبحث العلمي كسبيل لحل العديد من مشكلات الإدارة. أما الجائزة الثالثة فهي جائزة الشخصيات العامة وهي جائزة شرفية تمنح لشخصية عامة ساهمت بشكل ملموس ومؤثر في أي من مجالات الحياة المختلفة السياسية أو الفكرية أو العلمية أو غير ذلك من المجالات المؤثرة في حياة الناس. نذهب لمتابعة جانب من جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، إحنا بنحاول في كل يوم نلقي جانب من الضوء على هذه الجهود التي تتم بشكل يومي. تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القاهرة وأمن محافظة الشرقية من ضبط عناصر تشكيل عصابي قام بسرقة حوالي مليون جنيه من عاملين بإحدى الشركات تحت تهديد السلاح، السلاح ومصرع أحد عناصر التشكيل في تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن نتابع أثناء سير سيارة تابعة لإحدى شركات السجائر بمدينة نصر وبداخلها ما يقارب المليون جنيه اعترضها هؤلاء الجناه وهم ملثمون واستولوا تحت تهديد السلاح على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار نزلنا فندم يوميها ورحنا عدنا عند الشركة لحد ما عربات طلعت العربات حركت في الشارع جانبي يمين وقفنا هناك اول ما اتحركت اتحركنا قدام منها وعند مطبر العربيه وقفت وقفت وهو وقف نزلوا بالآلي جابوا الحاجه جهد بذله فريق البحث المشكل من امن القاهره والامن العام للوصول للجناه فاثناء السير في اجراءات البحث تمكنت وحدة مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبداخلها بندقيتان آلي ومبلغ مالي وأحد العناصر التي ارتكبت الواقعة والذي أدلى باعترافات قادت إلى ضبط ثلاثة من الجناه بالشرقية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية حيث لقي أحدهم مصرعه وهو مسجل شقي خطر في تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء الضبط وبحوزته بندقية آلية. نبقى ايضا في متابعه جهود الاجهزه الامنيه حيث تم ضبط احد الاشخاص في محافظه مطروح لقيامه بانشاء صفحه على شبكه المعلومات الدوليه الانترنت يهدف من خلالها الى نشر فيديوهات حول طرق واساليب تزييف العملات الورقيه المحليه والاجنبيه. ادعوكم لمتابعه هذا التقرير المهم. علي صعيد ضبط مزوري العملات الوطنية والاجنبية رصدت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات موقعا علي منصات التواصل الاجتماعي يشرح طرق واساليب تقليد العملات الوطنية والاجنبية وتمكنت من ضبط المسؤول عنها وبحوزته ادوات ومعدات التزوير ومبالغ مالية من متحصلات التقليد قبل ان نختتم فقرتنا الاخباريه اترككم مع هذا التقرير لمراسلنا سيد خليل عن احتفاليه اليوم العالمي للهو سبيس وهو يختص برعايه المرضى في ايامهم الاخيره متعكم الله دائما بصحه والعافيه بعد التقرير نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نبدا معكم ولا فقراتنا الحواريه لعلنا نوهنا ان احنا نبدا بالحديث عن منتدى الشباب في شرم الشيخ او مؤتمر الشباب لكن دعونا نبدا بالفقره التي نوهنا عنها والمرتبطه بافلام وزاره التضامن الاجتماعيه بعد قليل نستضيف الاستاذ مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بوزاره التضامن الاجتماعي والحديث عن هذه الافلام المهمه ولعلنا تابعنا بعضا من هذه الافلام اترككم مع هذا التقرير وبعده نبدا فقرتنا الحواريه. عندما يعجز الطب عن مداواه بعض المرضى الغير مامول شفائهم ويرفع القلم ويقول كلمته الفاصله من هنا يبدا عمل فريق هوسبيس مصر ليقدموا الرعايه التلطيفيه لهؤلاء المرضى في ايامهم الاخيره فرعايه وكرامه المرضى هو الهدف الذي تسعى الى تقديمه ويشمل الرعايه النفسيه والاجتماعيه والترفيهيه لهم فكرتنا ان احنا بنقدم لاول مره في مصر فكره الهوسبيس يمكن كلمه الهوسبيس هتلاقوها غريبه مختلفه شويه هي معناها رعايه المرضى اللي في ايامهم الاخيره اجتماعيا وتمريضيا وطبيا ونفسيا. المشاركه بتاعتي من الناحيه النفسيه يعني ازاي الكيرجيفر ازاي اللي هو بيدي رعايه للمريض اللي هو في مراحله الاخيره ازاي هو احنا ناخد بالنا منه ازاي هو ياخد باله من نفسه ازاي يقدر يكمل المشوار في الظروف الصعبه يعني هو بيبقى اب او ام او اخ او أخت أو إيه عايشين مع شخص عارف ان هو قريبا جدا حي يعني هيبقى مش موجود في وسطهم ومع ذلك لازم يقدم له الرعايه لازم يبقى موجود طول الوقت احنا عندنا في مؤسسه هوسبس مصر العمود الفقري للمؤسسه هم المتطوعين لان المتطوع آه بيدينا من وقته بيدينا من مجهوده إحنا كعدد أفراد في المؤسسة مش كتير، عدد المتطوعين قدنا أربع خمس مرات، وبالتالي أنا لو هقدر أخدم عدد معين من المرضى لوحدي بالمتطوعين الكتير الموجودين، أنا العدد ده بيتضاعف وبيبقى يعني بيتضرب في ثلاثة وأربعة وخمسة، وبالتالي أنا بقدر أوصل لمرضى أكتر. المتطوعون هم الذين يمدون للمرضى يد العون، فاليد الحانية تخفف ولو بالقليل بعض من وطأة الآلام التي عجز الطب عن مداواتها الدعم الطبي اللي احنا بنقدمه بنبعت طبيب علاج الام علشان خاطر يديله مسكنات او يعني يديله حاجات تقلل الاحساس بالالم او اطباء تانية تعالج العرض وليس المرض، يعني المرض احنا مش هنقدر ان احنا نعالجه طبيا، لكن احنا نقدر ان احنا الاعراض بتاعته زي ترجيع مثلا او زي امساك او غيره ونقدر ان احنا نعالج الاعراض ديت ده بيبقى دعم الطبي بتاعنا هو التواصل مع المرضى والحالات الحرجه طبعا هي صعبه هي شغلانه صعبه يعني وممكن نقول عليها شغلانه حب اكتر يعني انت بتدخل البيت عندك بريف طبعا من من التيم عن الحاله بس يعني انت بتقدم حب انت مش عارف هتقابل حد شكله ايه من سنه فاتت هوسبس مصر كانت عامله ايفنت في ساقيه السوي وانا كنت متابعاهم وبعد كده الهوسبس ساعدت زميله من 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 مريضات بهيه وكانوا بيروحوا يعملوا لها رعايه في ايامها الاخيره هناك فعرفتهم اكتر من من ده لاني مهم شعار رفعته اليوم هوسبس مصر فلو كانت ايامهم في الحياه باتت معدوده فليس اقل من اضافه بسمه ولو قليله على هذه الوجوه المريضه قبل الرحيل اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى فقراتنا الحواريه في حلقه الليله على مدار ثلاثه ايام الاسبوع الماضي عرضنا على حضراتكم ثلاث افلام من ضمن خمسه افلام شاركت بها وزاره التضامن الاجتماعي ضمن مسابقه الافلام التسجيليه القصيره بالمهرجان القومي للسينما المصريه في دورته الثانيه والثلاثين ان شاء الله نتائج هذا المهرجان ستعلن قريبا ونتمنى ان شاء الله التوفيق لهذه الافلام ولجميع المشاركين في هذا المهرجان الليلة نقترب أكثر من صانع هذه الأفلام وهو المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بوزارة التضامن ماذا عن محتوى تلك الأفلام وماذا عن فكرتها في المقام الأول ما الدافع إليها وما المحرك لهذه الأفلام ما الهدف أيضا من ورائها ولماذا المشاركة في المهرجانات وهل حققت هذه الأفلام نتائج توعوية مرتبطة بالقضايا محل نقاشها في هذه الأفلام عموما أسئلة كثيرة جدا نطرحها على ضيفنا الكريم الذي نشرف به في هذه الفقرة الحوارية المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي أهلا بيك أستاذ مهند أهلا بحضرتك ومبروك مبدئيا على بعض الجواز اللي حصدتها أو بحصدها بعض الأعمال اللي أنتجتها أه ليه الهدف من هذه الأفلام أو ليه فكرة الأفلام تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي ده شيء جديد بالنسبة للوزارة ولا كان موجود قبل كده وبدأ تطويره بشكل أو بآخر يمكن احنا يعتبر اول وزاره حكوميه يبقى عندنا فكره مكون التوثيق المرئي ويبقى في حد مسؤول عنه ويكون مختص بالامر ويكون مخرج فاحنا قدرنا خلال الحمد لله خلال سنه ونص بس قدرنا ننتج أكتر من 18 فيلم مع اننا غير يعني جهه غير معنيه بالانتاج ولكن لان معالي الوزيره بتهتم جدا بجزء التوثيق ومؤمنه جدا ان الصوره بألف كلمه ف فلازم برامجنا التنمويه كلها تتحول ل يعني توثق بشكل او باخر وما فيش اجمل من هي تتوثق بالسينما التسجيلية هو توثيق ولا دعايه للوزاره هو يعتبر احنا ده توثيق مرئي اللي هو المعنى فيه ان زي ما يبقى حضرتك مثلا بتوثق الحاجه ممكن توثقها صور او فيديو <applause> ولكن الحاجات دي ممكن ما تبقاش يعني هت يعني هتفضل موجوده كصوره لذكرى في ارشيف في حاجه او الفيديو هيبقى في ارشيف ولكن الفيلم هو فيلم في ذاكره السينما فالفيلم ده انت تقدر تستخدمه وتقدر ت يعني يبقى تاريخ للبلد نفسها تقدر تشارك بيه في مهرجانات افلام محتواها تنموي مش بتعمله بشكل دعائي للبرنامج على قد ما انت بتاخد النسق الدرامي جوه القصه وبتلعب عليه بقى كجزء احترافي مثلا في السيناريو او ان احنا نطلع غير مقبول ان انت تعمل دعايه للوزاره يعني او لجهدك اعتقد انه مقبول يعني انه طالما في جهد بيبذل ايه المانع يعني لا انا قصدي انا كنت بقول على الجزء بتاع حضرتك ان هو المسمى ولا توثيق. اه, آه. فهو في الفرق ايه الفرق ما بينهم يعني الهدف محتوى الاول هو التوثيق ما آه. ما بتهدفش الفكرة الدعايه نشاط الوزاره الهدف هو يعني توثيق وتوعوي في نفس الوقت لان الافلام دي لما بيشوفها المشاهد هو بتبتدي يفهم يعني ايه مثلا برنامج اسمه تكافل وكرامه يعني ايه اللي بيقدمه برنامج زي اطفال بلا ماوى احنا يعني امبارح كنا بنعرض في المهرجان القومي للسينما وكان في ندوه وكان بيتعرض فيلم اسمه مع بعض نقدر عن البرنامج القومي لحمايه الاطفال بلا ماوى والناس بقوا يعني مبسوطين جدا ان في برنامج وان في شكل العربيه اللي بقت موجوده اللي بتنزل للاطفال وبتشتغل لساعات متاخره في الليل عشان تقدر تبقى عامل جذب كويس جدا للاطفال م. وحد من الفريق بتاع البرنامج اتكلم برضو في الندوه واتكلم عن ال يعني بيعملوا ايه بالظبط فهنا في نوع من انواع التوعيه الناس بقت حتى بيقولوا يعني ليه الافلام دي ما بتتعرضش في التلفزيون او يعني بنشوفها بشكل اوسع وده اللي احنا بنحاول يعني من خلال طبعا حضرتك ومن خلال قنوات تانية اخرى ان يحصل نوع من انواع التوعيه للناس ان يشوفوا الافلام هي مدتها صغيره وفي نفس الوقت بتناقش رساله تنمويه هامه وفي نفس الوقت هي فيها نوع من انواع الامتاع البصري لان احنا بنشتغل سينما احنا بنشتغل على الموشن والحركه والصوره و وكسكريبت بنشتغل على يعني الحبكه ونقطه الذروه بنشتغل على اسس علميه كويسه جدا بتخرج الفيلم في صوره جيده ممكن ان هو يشارك كمان في مهرجانات بره ويحصل جوائز طب قبل ما نقترب اكثر واكثر من تجربه حضرتك في وزاره التضامن الاجتماعي وانت في المقام الاول مش سياسي لكن انت اقتربت من المجال ده بشكل او باخر يعني هل تعتقد ان كل وزاره معنيه ان يكون لها عندها نفس مجموعه العمل دي الموجوده في وزاره التضامن الاجتماعي كل وزارة يكون لها كتيبة إعلامية أو جهاز إعلامي يوثق لها نشاطاتها أو إنجازاتها ويقوم بشكل أشكال الدعاية لها؟ هو كل ما كان أكيد لازم يبقى له تاريخ فالتاريخ ده يعني بيتطور بتطور الزمن زمان كنا ممكن نكتفي بالصورة دلوقتي احنا أعتقد أن الفيديو أو الأفلام ده جزء مكون مهم جداً وكمان عند حضرتك يعني انت انت بتلخص كفاح مشروع مثلا استمر لسنه او سنتين في خمس ست دقائق. إيه؟ احنا يعني انا كان في تحدي قريب مثلا في كنا في عاملين فيلم اسمه الغاليه عن الام المثاليه من الامهات ذوي الاعاقه. عرضناه الفيلم ده اعتقد. إيه؟ تعرض و... و... واحنا بقينا كنا يعني وكان اتعرض كمان امام سياده الرئيس ف... فاحنا كان عندنا يعني زي تحدي كده ازاي ان انا هنائش. مثلا قضية ست سيدتين وهلخص كفاح 30 سنة في 3 دقايق لكل قصة عشان الفيلم يبقى 6 دقايق إيه. فالقدرة هنا على الاختزال هي السينما من ضمن الأسس العلمية للسينما هي القدرة على الاختزال فالقدرة على الاختزال أنت تختزل الحكاية أو تحكي تبقى فيه ستوري تيلينج بشكل معين للقصة في وقت قليل وعرفنا كفاح هذه السيدة على مدار 30 سنة في وقت قليل كانت بفضل السينما لو كنا قلنا فيديو بس كنا هنعمل انترفيو زي مثلا ما بيحصل في التلفزيون ممكن يستمر لنص ساعة و و ولا يخلد في ذاكرة الفيلم التسجيل برضو أنت مشكورا خدتني لتجربتك في وزارة التضامن الاجتماعي أنا بتكلم بشكل عام ومطلق يعني حابب أسمع رأيك من خلال تجربتك في وزارة التضامن هل كل وزارة من الأفضل يكون عندها نفس المشروع ده اللي عنده وزارة التضامن الاجتماعي؟ آه ما, أنا الخارجية آه طبعاً إن... يعني هو ما انا بقول لحضرتك يعني بتطور اه طبعا يعني هو انا بقول كل... لحضرتك بتطور بتطور الزمن اصبح المكون ده يعني انا يعني من وجهه نظري ان هو حاجه اساسيه في في, في في كل في أه. كل مش مش شرط الوزارات فقط يعني في كل الجهات المعنيه اللي بتحاول تصنع لها تاريخ بشكل او باخر آه فازاي تخلق التاريخ ده من خلال السينما التسجيليه م. وبعد كده انت لو عندك ادوات ولو عندك آه فكر ولو عندك القدره على ان انت تعبر او تترجم كل المشاريع التنمويه اللي عندك لصوره م. ليه لا يعني يوسف شاهين نفسه كان بيقول لك يعني القدره على ترجمه السيناريو للغه مرئيه صحيحه هو ده, ده ده الاخراج المتميز فانت عندك انت بتشتغل كأز... كانك مترجم يعني انت بتترجم كل البرامج اللي عندك بشكل مش مش مباشر على لسان الحالات لان مثلا اقول لحضرتك على حاجه عمرك ما هتجيب مثلا زي في تكافل وكرامه او فيلم امال بسيطه او الحاجات اللي تفضلتوا مشكورين وعرضتوها عمر ما مسؤول هيقول صدق الكلام اللي بيطلع من الناس الناس فعلا اللي استفادت من الدعم الدعم م. لما وصل لمستحقيه والناس حست بالفرق ممكن يبقى دعم بسيط بس مؤثر في حياتهم بشكل مختلف لان ظروف معيشتهم اكيد مختلفه عن الناس اللي عايشه مثلا في القاهره في ناس ابتدت تاخد الدعم النقدي المشروط اللي قامت بيه الدوله مؤخرا وتستخدمه لتعمل مشاريع صغيره وقدروا انهم هم يكبروا الموضوع ده وفي ناس عرفت الـ 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 البرنامج يقول لك شفناه في التلفزيون او شفناه في فيلم او شفناه اتعرض منه حاجات فبالتالي ده نوع من انواع التوعيه م. احنا في لي تجربه سابقه انا كنت ايضا بعمل في الصندوق الاجتماعي للتنميه واتذكر ان احنا عملنا فيلم عن اسمه الصعيد داخل نطاق الخدمه وعملنا يعني الصندوق آه طبعا اتغير دلوقتي بقى جهاز اسمه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه المشروع الصغيره وبالمناسبه برضو عاملين نجاحات آه رائعه ومش واخده حقها برضو من الاعلام او الدعايه بشكل جيد يعني فاحنا كنا يعني اشتغلت برضو م. في المكون ده تقريبا كان مثلا انا كنت في موظف في اداره الاعلام وقت و... ما كان جهاز قدرنا اه وقت ما كان صندوق اجتماعي م. وقدرنا ان احنا نعمل علينا كام فيلم بس اللي انا كنت النقطه اللي اقول عليها ان قدرنا نعمل افلام يعني الدونرز نفسهم لما شافوا مثلا بيتعاونوا مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي لما شافوا الفيلم وبيتكلم عن الصعيد وعن المشاريع اللي تمت في الصعيد في مشاريع تم تجديد المشاريع ليها او المنح ليها وكان الفيلم ليه فضل كبير في هذا الامر فانا بقول لحضرتك ان الفيلم مش بيقف دور ان احنا بنعرض برنامج ولكن ممكن تستخدمه في مجالات مختلفة. طيب طالما أنت حضرتك رجحت كفة التوثيق على الدعاية، يعني قلت التوثيق رقم واحد، ثم تأتي الدعاية ضمنياً. تمام هل من ممكن أنت في لحظة فارقة في لحظة التوثيق تعرض الجانب الآخر من الصورة أو الجانب الفارغ من الكوب؟ يعني أنت تتحدث عن إنجازات أو خطوات إيجابية تم تحقيقها، هل من ممكن أن أنت توثق بعض المشكلات, المشكلات القائمة بالفعل؟ محتاجه امثله ولا اه لا, لا انا يعني هو احنا انا اقول لحضرتك تجربه حصلت في المهرجان كان احنا كنا بنعرض فيلم مستوره و وكان في مخرجه من من جمهوريه الدومينيكان طيب انا استاذنك بس نوضح انه في النافذه المجاوره اثناء حديثك بعض اللقطات من أفلام الافلام اللي حضرتك يعني تمكنت من تحقيقها وانجازها بعض الافلام بعض اللقطات بنتابعها يعني واحنا في, في يوم العرض فكان في مخرجه من جمهوريه الدومينيكان وقالت قالت جمله صراحه رائعه جدا قالت لك احنا البرنامج ده لان هو برنامج دولي وبيطبق في كذا دوله بره فقالت البرنامج ده بيطبق عندنا بس لو صوره اتصورت عندنا او اتعمل عنه فيلم بهذا الشكل هيقدم يا اما صوره الناس دي فقراء جدا او هيقدم صوره مغيرة يعني الناس دي عايشة مبسوطين جدا بالدعم م. ولكن هي شافت الحال الوسط إن الناس عندها مشاكل وبيقولوا مشاكلهم وفي نفس الوقت هم تلقوا الدعم إزاي وإن إزاي الحياة دي فرقت معاهم أنا بشتغل تسجيلة بشتغل واقعي أنا باخد من بقى انترفيو الناس اللي بعمل معهم الفيلم باخد صدق كلامهم بنقله على الصورة بحاول أطلعه بشكل اللي كويس اللي بينتج أو بيمول الأفلام دي ربما من مصلحته أنه الجانب يبدو مشرقا دائما يعني إيه واحنا وانا بقول لحضرتك احنا مش بنجيب يعني ما انا بقول لحضرتك هي دي بقى القدره على مثلا ازاي تعمل انترفيو كويس مع الناس اللي انت بتصور معاهم فاحنا احنا الشخصيات اللي احنا بنختارها شخصيا يعني دي اسمها فعلا مسطوره وهي هي اللي كانت ملهمه لقصه الفيلم لان هي بتتكلم عن ال إن, ان فكره الستر وهو ده الاساس في الفيلم ان ان انا بقدم لك دعم نقدي يسترك في الحياه يعني يخلي فعلا الشعار بتاع البرنامج انها تبقى مصر بلا <تصفيق> <تصفيق> ف... فالست بتتكلم بأريحية جدا آ... ما بتتكلم ان عندها مشاكل في, ال... في البيت وعندها مشاكل في حاجات معينة و... وفي نفس الوقت وبتقول ال... 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 يعني ان ال... إن مش مقضية العيشة، مش مقضية مصاريف م. العلاج، ولكن ساع المعاش ده ساعد في الحاجة، فما قالتش لا أصل المعاش ده ما فيش ولا قبله ولا بعده مثلا ولا إن هو ده، فإحنا بننقل الواقع الحقيقي بمنتهى مش مش يعني بتبقى صادق في النقل المشاعر اللي أنت بتتكلم، يعني مثلا فيلم زي اللي كسب في الهند ممكن أقول مهني، مهني في, في نقل الصورة، مش هقول بقى موضوعي أو صادق أو مصادق مهنيا تنقلها كما يجب أن يكون واحنا وهو ده اللي بيقدم روح جميله في الفيلم آه وهي الفكره انت حضرتك بتحكي القصه ازاي انت زي ما احنا متعودين ممكن انت بتحكي لابنك قصه وزوجتك مثلا بتحكي لابنك القصه يحب بيسمعها من بابا اكتر ما يسمعها من ماما م. هو اللي بيحكي بيحكي ازاي ف... وده اللي بيفرق ما بين مخرج ومخرج انا لما بحكي بحكي القصه ازاي فبتوصل الرساله للمشاهد ولا لا فاحنا انا كنت عامل الفيلم مثلا بتاع فرصه ثانيه كان عن تطوير المؤسسه العقابيه في المرج. انا وانا شغال في الفيلم انا عارف ان الناس كلها واخده صوره سيئه جدا عن المؤسسه العقابيه اللي موجوده في المرج اللي هو سجن الاحداث للاطفال. وانا بنفسي يعني من عشر سنين تقريبا بعد التخرج رحت زرت الاماكن دي لأنه كنت عملت كتاب اسمه وصمة عار وشفت يعني اللي كان بيحصل في هذه المؤسسات. ولما سمعت عن التطور اللي حصل ما مصدق ولكن لما نزلت وشفت وعايشت ولقيت فعلا اختلاف تام اه ان حصل ليهم ملاعب وحصل ليهم ورش اه تطوير رهيبه جدا في الحاجات في صيانه الموبايل وحاجات في الصوبه الزراعيه و وورش حرفية عشان الولد ده لما يخرج يلاقي مكان فعلا يشتغل فيه وتعمل له برنامج بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة برنامج محترم عن إعادة التأهيل وإعادة الدمج فالولد خرج بقى حاجة تانية مختلفة فإحنا لما صورنا الفيلم وصورناه على كذا مراحل ولاد جوه المؤسسة ولاد بره المؤسسة وقدمت الفكره في مهرجان دلهي، انا ما متخيل ممكن الناس يعني تتقبل الفكره ان ده شأن داخلي مثلا في دوله عربيه، ولكن لقيت ان ردود الفعل بيقول لك دي فكره عالميه تخطت كل الحدود لان كل العالم عندهم سجن للاحداث، ولكن السجن ده ازاي يبقى بالشكل ده؟ ف... فلدرجه ان انت تبقى نموذج يحتذى بيه بره ان ان يا ريت ان ال... ان ان يكون مؤسسه الاحداث مثلا في الهند على هذا النسق او على هذا الشكل فده في حد ذاته تطور رهيب جدا م. التطور ده لو ما توثقش في المرحله دي هيعدي عليه الزمن ممكن يجي ناس ثانيه يخربوه ممكن يحصل اي حاجه فبالتالي يبقى انت فقط في 2000 مثلا و18 او في الفتره من 2000 مثلا و14 18 التطوير اللي حصل ده مم. وبالتالي يمر عليه مر الزمان وينتهي. طيب انت مرارا وتكرارا استاذ مهند بتؤكد على اهميه التوثيق في حياتنا مع التطور الحادث وتعقيدات الحياه وتلاحق الاحداث على النحو اللي احنا عايشينه وربما احيانا ضبابيه المشهد في بعض المشكلات فانت بتعيد التاكيد مره اخرى على اهميه التوثيق. ده يدفعني برضه اتامل مع حضرتك بشكل عام. هل ده ممكن يدفع الدولة بشكل أشمل وعام أنها تهتم بالملف ده أن يكون عندها مؤسسة معنية بالتوثيق هو طبعا موجود بعض المؤسسات قائمة بالفعل لكن التوثيق بالصوت والصورة توثيق في أفلام وثائقية هل ده ممكن يبقى طرح جدير بالمناقشة على مستوى أشمل وأعم دائرته تتسع لتشمل مؤسسات الدولة الحاكمة والمسؤولة إنه يبقى في أرشيف خاص بمصر في جميع المجالات مش مجرد أفلام وثائقية قصيرة بتعالج بعض المشاكل التنموية هنا أو هناك حضرتك بتتكلم في نقطة مهمة جدا وإن إن إحنا عندنا أصلا ك يعني افتقاد للسينما التسجيلية احنا في مصر حتى لما نجي نتناول انا لما بسافر بره في مهرجانات الصراحة بلاقي ان مكون الفيلم التسجيلي ده حاجة قد ايه يعني او مخرج انت مخرج تسجيلي فكانه في محطوط في كاتيجوري مختلفة عن الناس انه بيقدر ان هو يحول من الواقع قصة ويقدر يحكيها بشكل حاد. هناك نظرة تقدير عالية. نظرة تقدير عالية لأن م. هو بيشتغل في حاجة صعبة. ال... يعني دايماً كان. وأحياناً مخرج السينما يعني مخرج الأفلام الطويلة اللي هي الروائية ممكن ينتج أو يخرج أفلام تسجيلية برضه طويلة. لو عنده قدرة على الحكي الصح م. لأن حضرتك الفيلم الفيلم الروائي الفرق ما بين الروائي والتسجيلي برضه عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين الروائي هو كل حاجة م. فيه معدة. هو السكريبت الممثلين الكلام فبقدر أعيد الزاوية كذا مرة هخلي. إيه لك الليل نهار هصور في لوكيشنز زي ما انا عايز ولكن التسجيلي هو اللحظه هو الكلمه الحق او الحقيقيه اللي بتطلع من الشخص ده لا تعرف تقول له عيد الكلمه او قول اللي انا عايز اقوله له ف... لان هو مش ممثل هو مش بيادي فإن فان انت تخرج تسجيلي انا اعتقد ان هي حاجه مش سهله عايزه عايزه ممارسه كبيره جدا وعايزه وقت طويل جدا وبالتالي لو احنا اهتمينا بالمكون ده في كل في كل جهه اعتقد او اديناه المتخصص، يعني احنا عاده ما بيحصل احنا مش مثلا في المؤتمرات او حتى في منتدى شباب العالم، ما بيتعرض افلام ولكن احنا بنروح في مثلا بنلجا لشركات مثلا خارجيه او بنلجا لشركات خاصه، ولكن انا محتاج احنا لولا ان احنا يعني احنا انتاج الافلام دي يعني طبعا تكلفته قليله جدا عن ان احنا ان انت لو عملتها مع شركه بره لان انت اوريدي انت بت بتوفر فكر وبتوفر مجهود وبتقلل كميه كبيره جدا وعندك قدره على انتاج بشكل مطول وبالتالي انت كمان المكون عندك هو يحترم وبيحتذى بيه وبتقدر ان انت تدخل بيه وبتنافس فجزء ان احنا يعني نهتم بفكره زي ما بتقول يعني ان احنا يبقى عندنا ارشيف للدوله كلها آه يا ريت انا اعتقد ده موجود اوريدي يعني ممكن يبقى تبع وزاره الثقافه ما هو احنا عندنا دور للتوثيق ودور للارشفه لكن انا بتكلم على الفيديو, يعني. الفيديو وهل امكانيه لو الفكره دي اتنفذت هل ممكن تتعامل مع احداث مضت ولا لازم تتعامل مع احداث ثانيه؟ أنا اعتقد اعتقد حرب اكتوبر مثلا اعتقد حتى هذه اللحظه يعني لم نجد فيلم وثائقي آه على نفس مستوى الحدث واهميته، احداث تانية مهمه جدا ربما برضه الصوره فيها ملتبسه باشكال كثيره جدا والمعطيات فيها كثيره كثوره يناير مثلا، ما اعرفش برضه هل ممكن نتعامل مع حدث زي ده ولا لازم تعدي فتره طويله علشان الحقائق تتكشف اكثر واكثر. احنا وهكذا احنا بنكتشف ده بعد مرور الوقت وعشان كده بقول لحضرتك مثلا تخيل احنا بعد خمسين سنه مثلا وقلنا ان في حاجه كانت اسمها تكافل وكرامه هتقولنا ما يوثق هذه المرحلة أن كان فيه م. في مصر حاجة اسمها تكافل وكرامة يعني ده أنا لمسته الصراحة لما احنا عرضنا على هامش مهرجان اسمع عليه السينما الدولي في دورته اللي فاتت آه عرضنا مجموعة أفلام الوزارة وحد صحفي كبير جدا قام في وسط القاعة وقال الأفلام دي ه... هي دي اللي بتوثق تاريخ مصر المعاصر هي دي اللي بعد عشرين سنة هنرجع لها ولا 50 سنة ونقول في مصر كان بيحصل في الوقت ده واحد اتنين تلاتة ف... كان بيوصف الاهرام قديما بانه ديوان الحياه المعاصر لمصر او ديوان الحياه اليومي جريدة الاهرام انها بتوثق الحياه يوميا فممكن دلوقتي بالصوت والصوره زي ما حضرتك بتقول تبقى يعني او تكون الافلام دي وثيقه لاجيال لاحقه مش على قد مثلا فكره تكافل وكرامه ممكن من خلالها يفهم يعني النسق الاجتماعي الحياه الاجتماعيه كان ايه شكلها في 2018؟ بس اصلا يعني آه. تكافل وكرامه افادت مصر في ايه؟ مم. افادت مصر احنا عملنا قاعده بيانات ل 13 مليون مواطن تخيل انت عندك 13 مليون مواطن قدرت تعرف آه يعني بقى عندهم ما كانش عندهم اسامي جواز عملوا اسامي جواز وعملوا بطايق وعملوا شهايد ميلاد كمبيوتر و... و... وبقى عندك قاعده تقدر تخدم عليها برامج ثانيه وده اللي مم. بيحصل في برامج الوزاره عندك تكافل وكرامه عاملين على ليه برنامج تاني اسمه فرصه لما الولاد مثلا يكبروا او حد مثلا من الزوج محتاج فرصه عمل فني... فيبقى بنحاول نمنحه في مشروع من برنامج فرصه لان احنا عندنا قاعده البيانات خدمنا عليه في قاعده بيانات مع وزاره الصحه. ف او اي كمان وزاره هتبقى محتاجه قاعده بيانات ترجع لمثلا لخريطه الفقر او لاستهداف الناس في المجتمع بقى موجود. طيب كده هقرب اكتر واكتر من شغل حضرتك انت بتعتمد على قاعده بيانات موثقه يعني ما بتطلعش اي معلومه كده مرسله. أكيد. ولا شغلك بيتم ازاي؟ احنا حتى في التحضير بتاعنا للافلام م. يعني مثلا زي ما هنعمل فيلم عن تكافل وكرامه، بتطلع الاول على خريطه الفقر، ايه ايه الاماكن المستهدفه الاكثر؟ ايه الاماكن اللي فيها نسبه فقر عاليه؟ النسبه اللي،, 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 اللي تم منحها للشخص ده عشان يحصل على الدعم. وابتدي أنزل أشوف أختار طبعاً بالتعاون طيب ما مع, فيش فريق مع فريق عمل، العمل مع؟ آه, لسه آه أنا لسه بالتعاون آه. مع فريق عمل الـ 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 الوزارة هو طبعاً اللي بيمدنا بهذه المعلومات وبننزل لا ميداني مع ما فيش فريق عمل في الميديا يعني حد برضو في آه. الإعداد في الإخراج في ال. الشغل اللي هو الاكاديمي انا المسؤول شويه عن الاخراج وال يعني وبنكتب السيناريو انا عارف انا عارف المخرج انا قصدي ما آه. فيش في بقى في جزء فني يعني آه. في في معايا مساعد وفي مديرين تصوير و يعني عمل واحدة ثابتة معاك يا أستاذ مهند لا ولا؟ متغيرة حسب متغيرة بقى لأن حزب. إحنا الإنتاج يعني إحنا يعني بشكل ضرعي يعني إحنا تقريبا كل شهر بنطلع فيلم <applause> فممكن الناس ظروفها مش مسامحه فانا عندي يعني انا بختار عدد من المشاهدين. تخيل انا مجموعه معهم. عمل ثابته فبالتالي فاهمه يعني طبيعه الشغل فب... فان كان ثباتها ممكن يكون مفيد يعني. آه وده بيحصل يعني احنا وبنحاول برضه ممكن ننوع عشان برضو يعني نشوف ممكن يبقى حد عنده مثلا مديرين تصوير فيبقى عندهم يعني زوايا تصوير مثلا مختلفه. آه ده دل... آه حد يكون فاهم وجهه آه نظرك وفاهم ايه الكادر ليخدم على الشغل انا صراحه يعني انا يعني دي برضو فرصه انا بشكر يعني فريق العمل الصراحه سواء كان في الوزاره اللي إن انا كل ال وعلى راسهم طبعا يعني معالي الوزيره كمان بتهتم بشكل صراحه يعني جيد جدا بوقت الفيلم يعني احنا لما نيجي مثلا نحضر فيلم لازم نعرض عليها احنا هنسال هنسال الناس ايه وهنقول لهم ايه وهنعمل ايه وتهتم لما تشوف الفيلم وتهتم بعد كده لما نقول تعليقات وبتدي من وقتها في الامر ده فبيبقى مناسب جدا طب واللي بيساعدني كفريق الفكره الفكره بتيجي ازاي هل معالي الوزيره بتقول لك مثلا عايزين نعمل حاجه عن الموضوع الفلاني ولا بيحصل حاله من حالات العصف الذهني بينك وبين الناس آه الموجوده معاك احنا بنحط خطه سنويه وبنشتغل عليها مرحليه يعني انا اول كل سنه مثلا بنقول احنا عندنا برامج معينه احنا ما وثقناهاش احنا في البرامج التنمويه يعتبر عندنا كتيره في, في في الوزارة. يعني في, الـ في الوزاره في حاجات عن الايتام في عن دور المسنين في عن اطفال بلا ماوى فبنحاول من يعني نحاول نغطي فايه اللي ما غطيناهوش السنه دي نحاول نغطيه السنه الجايه و يعني لسه دلوقتي انا بحاول بنشوف هنعمل حاجه عن قرض مثلا مستوره بالتعاون مع بنك ناصر آه فاحنا كل يعني دي عندنا افكار رئيسيه ومع كل يعني لما نيجي نشتغل في الفيلم خلاص بنبتدي ان احنا نركز فيه جدا. آه فبقول لحضرتك في جزء آه آه الجزء الفني يعني طبعا في كادر وظيفي مهم جدا في وزاره التضامن الاجتماعي المتخصصين القائمين على هذه البرامج. إدارة آه الرعاية والطفولة إدارة مثلا فريق برنامج أطفال بلا مأوى التدخل السريع آه وفي الفريق طبعا اللي هو بيساعدني آه بره كمديرين التصوير وكان ده برضو بيبقى عامل آه ناجح جدا يعني مين في إخراج السكريبت؟ الصورة آه السكريبت بيبقى يعني هو الفيلم التسجيلي عامة بيبقى ليه خطوط عريضة مم. وبيبقى إحنا دي اللي بنتفق عليها مع الوزيرة ومع المسؤولين عن البرنامج آه. ولما بننزل نصور بنحكي القصة يعني بنفرج الفيرست كات زي ما بنقول كده للمجموعة والمعالي الوزير وبنشوف الحكاية اتحكت ازاي يعني كل حد بيقول تعليق يعني ممكن نقول ان انتوا كلكم بتشاركوا في صياغة الشكل اللي هيطلع عليه الفيلم يعني طبعا وبواقع بقى خبرة يعني مثلا انت لو حضرتك يعني انا انا كده تقريبا بقالي تسع سنين او تقريبا تسع سنين بشتغل في مجال التنميه مم. بشتغل افلام بس تسجيليه عن التنميه مم. ف فبقى... كلها قصيره يا استاذ مهند كلها افلام تسجيليه قصيره آه. سواء كانت روايه قصيره او تسجيليه مم. ف فبقى عندك الحمد لله يعني التالنت شويه والقدره ان انت لما هتدخل مكان انت عارف انت عايز تحكي القصه ازاي فعاده احنا يعني حتى الفيرست كات ما بيبقاش عليها تعليقات كتير لحد لما بنخرج بشكل نهائي بشكل نهائي بيبقى بيبقى الحمد لله مقبول يعني لكن بعيدا عن الافلام التنمويه القصيره ما كانش ليك تجربه في افلام وثائقيه طويله او بعض الأعمال الثانيه الطويله آه. والله انا انا بعتبر ان 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 التخصص في فكره ان انا بعمل فيلم قصير او ان انا بعمل فيلم روائي قصير ده يعني دي بتبقى دي, دي الاصعب التحدي أو التحدي. ان انت ازاي تحكي القصه في وقت قليل وتلتزم يعني زي ما انت بتحكي فيلم في ساعه ونص ازاي تحكيه في ست دقائق ده ده اللي بيبقى الفرق وتلتزم بنفس القواعد اللي موجوده والاهم انك توصل الرساله بشكل جيد يعني. الرساله وتلاقي فعلا القبول وده بيبان اكتر كمان في الافلام الروائيه القصيره ان انت تعمل صراع وحبكه وشخصيات وذروه ونهايه واحنا بنحاول نترجم ده او بنحاول نخلق كمان من ابطالنا التسجيليين زي مسطورة كده كأنهم أبطال يعني لأن احنا بنعمل كاركترايزيشن للشخصية بنشوف الأسئلة اللي ممكن تتسألها إيه وهي لو هتجاوب هتجاوب إزاي هنا بيجي بقى دور كمثلا أنت بتحاورها جوه اللوكيشن م. أنا لما هسألك السؤال ده أنا هبقى عارف مسطورة هترد هتقول إيه م. أو أنا حاسس إن هي إيه ممكن تجاوب عليها إزاي م. وهكذا في بقية أفلامنا م. يعني طيب لأن الوقت تقريبا انتهى م. ليه بتشارك بالأفلام دي في المهرجانات؟ يعني ايه الدافع ان انت تشارك بالافلام دي طالما حققت الهدف منها على المستوى المحلي داخل مصر وعيت الناس القت الضوء على بعض التجارب التنمويه لماذا المشاركه في المهرجانات لان مصر تستحق ان هي صورتها تبقى افضل بكثير جدا في المحافل الدوليه واحنا بالرغم من كل الصعاب اللي احنا فيها احنا في عندنا حاجات حلوه كتير جدا ممكن ما حد بيتكلم عنها ف... فليه ما نقولش التجربه دي وانا في كل يعني انا في انا اتذكر رئيس لجنه تحكيم في مهرجان طنجه السينمائي الدولي في المغرب كانت اسبانيه بتقول لي احنا اول ما شفنا الفيلم ولقينا ان هو تابع جهة حكوميه قلنا اكيد ده يعني فيلم دعائي م. ولكن احنا شفنا ان انت اطلعت على الفقراء بشكل سينمائي قوي وفي نفس الوقت احنا حسينا ان في امل وبهجه في الفيلم في الفيلم وفي الالوان وفي فانا حسيت ان احنا نقلنا صوره حلوه للبلد مش تزييف للواقع مش تزييف للواقع وفي نفس الوقت آه لا انا بلدي بالشكل ده افضل وبتتطور وكل م. بلد بتتطور بس احنا احنا شرفنا ان احنا آه وثقنا هذه المرحله بالشكل ده وانت قلت برضو جمله مهمه المهم الزاويه اللي انا ببص منها على على المشكله ازاي بتفرق كتير جدا يعني طبعاً. نتمنى لك كل التوفيق طبعا المهرجان القومي للسينما انت حضرتك طبعا مشارك فيه والجوائز قلت لها هتعلن في يوم 13 تقريبا باذن الله احنا احنا مشاركين الحمد لله السنه دي انا قدمنا خمس افلام الخمس افلام اتقبلوا في في المسابقه و... دي شاركت بيهم برضو في مهرجانات قبل كده ولا دي افلام جديده احنا لان احنا الانتاج عندنا كان كتير فاحنا انا صراحه قدمت على اساس ان يحصل نوع من انواع الاختيار للافلام وبالعكس الحمد لله تم قبولهم الخمسة. وده آه الخمسه وكان م. قبلها اتقبل في مهرجان برضه ساقي اربع افلام في المسابقه الرسميه م. فده في حد ذاته صراحه يعني حتى الافلام دي لو ما خدتش جوائز انا ببقى سعيد جدا ان هي اتنقلت للجمهور باي وسيله م. من الوسائل والناس اتناقشت فيها واتكلموا عنها ف... واللي بيحصد منها جوائز بيبقى شرف لينا اكتر آه ب... لان احنا وما جايزه اعتقد للمخرج هي جايزه لفريق العمل كله اللي تعب في هذا الامر وان احنا قدرنا نوصل الصوره دي بالشكل الجميل ده. كل التوفيق نتمنى ليك وان شاء الله نبارك لك في القريب باذن الله, الله. آه بعد اعلان الجوائز في المهرجان القومي للسينما. استاذ مهند دياب المخرج واستشاري التوثيق المرئي بوزاره التضامن الاجتماعي شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك ميرسي جدا نخرج الى فاصل مشاهدينا وبعد الفاصل فقره حواريه اخرى نركز فيها على المهرجان الدولي للشباب او المؤتمر الدولي للشباب في شرم الشيخ واهم القضايا المطروحه على اجندته والمستمره على مدار اربع ايام من الثالث وحتى السادس من نوفمبر الحالي اهلا بكم من جديد، لا صوت ربما لا يعلو في التغطيات الاخباريه هنا في معظم التغطيات الاخباريه في مصر على صوت منتدى شباب العالم في مدينه شرم الشيخ. لا حديث الا عن الطموح والانجاز وتبادل الثقافات بين شباب العالم. بالامس القريب تبعنا افتتاحا يليق باسم مصر وايضا موضوعات وورش عمل تثبت ان هناك شبابا طموحا وقادرا على تحقيق الامال والمستحيل. كل هذا شهدناه على أرض السلام مدينة شرم الشيخ متمثلا في هذا المنتدى العالمي منتدى شباب العالم الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة ضيفي الكريمان اللذان نسعد بهما في هذه الفقرة سنتناول معهما الكثير من القضايا المطروحة على جندة المؤتمر وأيضا بعض الأمور التي نطمح لهذا المؤتمر ان تتحقق في القريب لعلنا في الامس في حلقه الامس تحدثنا عن مكانه المؤتمر وتاثيره وايضا اهميه القضايا التي يتناولها كل عام واهميه ان يكون حدث عالمي تلتفت اليه المنظمات والمؤسسات العالميه عاما بعد اخر عموما نقترب اكثر واكثر من المؤتمر في تفاصيله وفعالياته في يومه الثالث خلاص ان شاء الله بكره يكون اليوم الثالث ان شاء الله ورحب بضيفي الكريمان الكريمين للحديث في هذا الموضوع استاذ حسين الزناتي نائب رئيس تحرير الاهرام الامين العام المساعد من الصحفيين اهلا بك استاذ حسين اهلا بك فندم ورحب ايضا بضيفنا الكريم الاستاذ احمد حمدي رئيس الكتله الشبابيه المصريه اهلا بك استاذ احمد حضرتك من حيث المبدا قبل ما ندخل في بعض التفاصيل فيما يتعلق بالمؤتمر والمنتدى واجتماع الشباب على هذا النحو من المهم نعرف راي حضراتكم في المؤتمر في نسخته الثانيه شايفه ازاي يا استاذ حسين في الحقيقه كنا نقدر ننظم منتدى بهذا القدر الكبير من الكفاءه لشباب العالم للعام الثاني على التوالي بهذه القدره التنظيميه الرائعه اللي احنا شايفينها خلال اليومين النهارده وامبارح وان شاء الله بكره في الحقيقه ده مؤشر على ان مصر يعني قادره انها رغم كل الظروف الصعبه اللي بتمر بيها ورغم حتى حادث ارهابي حصل من يومين عشان خاطر يعني يعني يتيح مناخ سيء لهذا المنتدى انها قادره على انها يعني تقود شباب العالم الى ما تراه هي، هذا المنتدى للعام الثاني على العام الثاني على التوالي بياكد ان الاراده المصريه في سكه يعني ان يكون لها هي صاحبه الفعل وليس رده الفعل. فيما يخص القضايا اللي هي التي تراها انها مهمه على هذا النحو، هناك اراده مصريه، هناك قدره مصريه، هناك رؤيه في الحقيقه للتعامل مع جيل جديد من الشباب ليس فقط في مصر ولكن ايضا مع مختلف شباب دول العالم بتاكد ان ان رؤيتها في هذا الاتجاه والتعامل مع مع منطقه الانسان والوعي والفكر وانك تؤثر في اتجاهات شباب وشعوب اخرى، في الحقيقه انا شايف ان ده طريق سليم واحنا في اشد الاحتياج ليه بعد يعني تثبيت اركان الدوله احنا فعلا في حاجه ان احنا نحاول ان نغير اتجاهات وسلوك الاخرين تجاهنا ونكون احنا اصحاب الفعل. عظيم، استاذ حمدي برضو مهم رايك لانك انت يعني واحد من الشباب وتمثل رئيس الكتله الشبابيه المصريه، بالمناسبه يعني لو تحدثنا عن الكتله ايه توصيفها او خرجت للنور ازاي او ايه وضعها على الساحه السياسيه هي حاجه مستقله ولا تابعه لبعض التيارات السياسيه اولا انا برحب بحضرتك واستاذ سعداء معنا طبعا قبل ما نبدا ده. كلامنا احنا بننعي أهالي الضحايا والشهداء الحادث الارهابي اه مبدئيا الكتله الشبابيه احنا كيان مستقل شغالين بقى لنا اربع سنين على ارض الواقع ما بنتبعش أي كيان سياسي ولا طيار ديني. كنا يعني الهدف من تجميعنا الشباب إن احنا نحاول نفيد بعض في المجالات المختلفة على أرض الواقع في المجتمع بتاعنا محتاج شغل كتير جدا وتنمية حقيقية ويمكن سيادة الريس في المؤتمر الأول للشباب 2016 قال إن احنا أنا حابب إن الشباب يكون جنبي. وحابب إن الشباب يشتغل معايا لأن التنمية بتبدأ من العنصر الشبابي فكون ان احنا نعمل مؤتمر دوري للشباب برعايه فخامه الرئيس طبعا طب قبل قبل المؤتمر الكتله دي اتشكلت في سنه 2014 2015 2015 اه يعني ايه ايه توصيفها انا عايز بس اعرف اكتر ايه الكتله مثلا ايه. كم عضو فيها ايه التيارات الموجوده فيها احنا على حسب اخر احصائيه احنا عملناها بالنسبه للاعضاء لان في اعضاء بيدخلوا في اعضاء بيخرجوا لانشغالاتهم اليوميه او معظمهم طلبه يعني ولا خرجين. في معانا طلبة وفي معانا خريجين وفي معانا يعني احنا بنضم عدد من الفئات المختلفة، الفئات الشباب المختلفة، م. من سن 18 سنة لسن 40 سنة. م. طبعا الكتلة متشكلة بهيكل إداري عام ثم هياكل إدارية في المحافظات آه، عملنا فعاليات كتير موجودين جدا موجودين في كل الجمهوريه يعني؟ آه، احنا موجودين اسسنا في حوالي 14 محافظه يعني. 14 محافظه آه. <متصفيق> ولكن بنسعى ان احنا ناسس في كل المحافظات عددكم كام دلوقتي؟ احنا عددنا آه، آه، طبقا للاحصائيه اللي احنا عملناها مع لجنه العضويه 8000 على مستوى الجمهوريه هدفكم؟ آه، الهدف الاول والاخير ان احنا يعني نشتغل على ارض الواقع آه، بـ بـ تحت مسمى واحد يعني في مجالات تنمويه ولا برضه في نشاطات سياسيه لا تنمويه اجتماعيه ما أه. لناش علاقه باي طيار سياسي ولا ما طيار دي مع السياسه باي أه شكل لا يعني. طبعا ولكن بندعم استراتيجية الدولة طبعا يعني أه. احنا شغالين على استراتيجيه باستراتيجيه 20 30 طبعا تنميه تنميه حقيقيه للدوله وبناء الشاب المصري من ثقافه وتعليم وصحه زي ما الرئيس قال في اول اولوياته احنا بنشتغل على الملفات دي لان احنا فعلا في حاجه ليها بعد ممكن اسالك عن التمويل ولا مساله محرجه؟ طبعا طبعا لا طبعا احنا احنا يعني مم. مفيش عندنا اي جهه تمويل غير التمويل الذاتي وهو ده الحقيقه تبرعات من الاعضاء؟ من الاعضاء وده الحقيقه اللي كم كم 1000 قلت كم؟ 8000 8000 8000 على مستوى الجمهوريه ولكن عدد اللي هو اللي متحمل مسؤوليه الفعاليات وان هو يعمل فعاليات كل فتره المكتب الاداري العام للكتله فده كان كان ده اللي مخلينا مستمرين لحد دلوقتي لكن لو اعتمدنا على اي جهه تمويل طبعا الامر هيبقى يعني حققتوا حاجه طموحه يا استاذ احمد يعني في حاجات ملموسه على ارض الواقع فعلا اشتبكتوا فيها او اشتبكتوا في مشكله معينه واوجدتوا اه طبعا على الواقع؟ احنا عندنا افكار وعندنا مبادرات عملنا مهرجان مصر تبدع 2017 للفنون آه، كرمنا فيه اكتر من 150 شاب وفتاه آه، للعام الثاني على التوالي 2018 كان شهر تسعه اللي فات آه، عملناه بالتعاون مع الكتله النسائيه المصريه آه، كرمنا فيه برضو ما يقل عن 130 150 شاب وفتاه من المجالات المختلفه الثقافيه والفنيه آه، عندنا مبادرات شغالين عليها زي آه، مبادره اعداد المستقبل ان احنا كشباب شايفين المستقبل اللي جاي ازاي آه بنعتمد على الـ الـ الشباب اللي عنده آه افكار آه تفيد آه بناء المستقبل في اللي جاي آه عندنا بنعمل مؤتمر لمناهضه الافكار الضاره بالمجتمع ده بنحضر له ان شاء الله في القريب العاجل يعني إن شاء الله. آه عندنا البرنامج بتاعنا هيتم آه عن عن وضعه في بدايه 2019 اللي م. جاي يعني في بدايته شهر مثلا فبراير هنحط البرنامج السنوي اللي هنمشي عليه في م. 2019 كل التوفيق طبعا اتمنى لكم وكان مهم جدا ان انت برضو تعرف الناس ايه هي الكتله يعني هي الكتله يعني طبعا لانه المسمى طبعا جديد فمهم الناس برضو تعرف ايه الكتله الشبابيه المصريه للمؤتمر نذهب راسا للمؤتمر او مباشره للمؤتمر شايفه ازاي في نسخته الثانيه انا يمكن عرفت من حضرتك ان انت شاركت في المؤتمر الاول السنه اللي فاتت احنا كنا مشاركين اه أوه. السنه دي شايفه ازاي في نسخته الثانيه احنا الـ 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 من وجهه نظر شباب الكتله او من وجهه نظري احنا شايفين ان ده حدث عالمي طبعا بيتم على ارض مصر آآ آآ بيدعم ملفات كتيره جدا زي الثقافه والسياحه وان احنا كشباب ايمانا منا بالتعاون مع المنظمين او الجهه المنظمه شباب البي ال بي والاكاديميه الوطنيه لل للتدريب هم القائمين بالتنظيم المنتدى الاول والمنتدى الثاني فاحنا شايفين ان دي رساله سلام بيبعثها الشباب المصري للعالم كله والريس طبعا كان يعني حاطط محور من محاور المنتدى ان هو بناء السلام العالمي فكره تبني السلام العالمي من شباب مصر والاحداث المتتاليه اللي كان فيها عمليات ارهابيه وغير ذلك يعني احنا شايفين ان ده يعني اول حدث عالمي يتم بالحجم ده بعد ما كانت نسخته الاولى 3000 دلوقتي مشارك فيه 5000 شاب وفتاه من وغير الممثلين من رؤساء الجمهوريات والملوك طبعا ان احنا نحط بناء الانسان أول اولوياتنا من والانفتاح أول على الثقافات الخارجيه وتبادل الثقافات والمعرفه دي حاجه انا شايفها ان هي نقاط مهمه أوه. تحسب للمؤتمر اه طبعا تمام طبعا. طبعا طب استاذ حسين يقينا حضرتك اطلعت على اجنده المؤتمر واهم القضايا المطروحه للنقاش لكن قبل ما نوصل مع حضرتك ومع الاستاذ احمد لاهم القضايا المثاره على اجنده المؤتمر في نسخته الثانيه من خلال طبيعة عمل حضرتك من الزاوية الإعلامية إلى أي مدى شايف أن المؤتمر ده فرصة يعني لتسويق مصر بشكل جيد أو بشكل يليق بمكانة مصر في ظل تحديات مصر بتواجهها من سنوات هل ممكن استغلال المؤتمر من الزاوية دي؟ في الحقيقة يعني خلينا نكون يعني يعني موضوعيين في تقييم أنفسنا <applause> بدرجه كبيره للاسف الشديد احنا داخل مصر واعلامنا داخل مصر بنكلم نفسنا <applause> بنكلم روحنا صحافتنا بتغطي وكثير جدا من الاسف من الاعلام برضه بيغطي <applause> احنا فعلا اذا كان في نقص في هذا الجانب فاحنا محتاجين ان احنا المنتديات القادمه او السنوات القادمه ان احنا ازاي نخاطب العالم بهذا الامر يمكن مجموعه العمل الكبيره او المجموعه اللي اعدت للمنتدى هي فعلا قدرت تكلم الخارج لكن اعلامنا انا شايف في الحياه وبشكل موضوعي هو الى الان لا يستطيع او لم يستطع ان يقدم يعني هذا المنتدى في حجمه الحقيقي يعني أنا بتابع الإعلام المحلي ممكن تطرح بعض الأفكار؟ يعني تطرح بعض الأفكار إزاي ممكن نستغله لتسويق مصر أو عرض صورة مصر بشكل جيد على المستوى العالمي؟ طبعًا طبعًا م. إحنا يعني لازم نتعامل مع الـ مع, الـ مع الخارج بنفس قدرة الخارجية المصرية والسياسة م. الدولية المصرية، يعني إحنا شفنا الرئيس إتحرك تحركات واسعة جدًا الفترة اللي فاتت. كويس؟ هل إحنا كإعلام قادرين نوصل لهذه لها 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 المجتمعات بشكل إعلامي كويس؟ هل إحنا قادرين نوصل للشباب ده بشكل كويس، أنا أعتقد إن إحنا مقصرين في ده بشكل كبير. قنواتنا يعني الإخبارية ما بتوصلش للناس دي، يعني الهيئة العامة للإستعلامات في الحقيقة الفترة اللي فاتت بتقوم بدور كبير جدا في القصة وشايفة التطور كبير بقيادة الدكتور ضياء رشوان، لكن إحنا محتاجين للمزيد. لازم يكون في فرق عمل في كل المؤسسات الصحفية والإعلامية اللي تكون قادرة في مثل هذه المنتديات وفي مثل هذه الأحداث أن تخاطب العالم بلغته يعني مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الالكترونية، القنوات التلفزيونية حتى لو نصدر طبعات خاصة يعني حتى على مستوى الصحف الورقية للوصول هذه للوصول إلى هذه المجتمعات لكن خلينا نقول برضه يا أستاذ أحمد إن نجحنا في ان احنا نجيب هذا الكم من الشباب ما يقرب من 5000 شاب من مختلف دول العالم او من 165 دوله تقريبا ان هم يوصلوا لمصر ونجد هذه الحوارات وهذه المناقشات اللي احنا شايفينها على الهواء مع الرئيس في الحقيقه يعني ده انجاز يحسب للسياسه المصريه ولتنظيم مصر لمثل هذا المنتدى كل شاب من هؤلاء وكل مجموعه شباب من هؤلاء اللي بيمثلوا 165 دوله بالتاكيد هيكونوا سفره لينا في هذه الدول، شافوا الوضع على حقيقته، قاعدين مع الرئيس بيتناقشوا، بيتكلموا، بيلتقوا مع شباب مصريين، ملتقى الحضارات، وملتقى الثقافات، وملتقى الفنون، ده مهم جدا، يعني احنا لما نلاقي في مسرح عالمي للشباب او مسرح للشباب دائم في شرم الشيخ، لما نلاقي راديو خاص بشباب العالم في شرم الشيخ، هذا التلاقي يعني في الحقيقه بيجلب الثقه للشاب المصري في نفسه. طبعا دي افكار فهم. جديده السنه دي. في الحقيقه طبعا أه. يعني انا م. يعني لازم اشيد بفريق العمل اللي نظم م. المؤتمر م. في الحقيقه يعني فريق العمل ايا كان وكل الجهات المسؤوله عن تنظيم هذا المنتدى بيفكروا بشكل مختلف بشكل جديد يعني بيخاطبوا العالم فعلا بلغته م. كويس؟ فهم. احنا اعلامنا محتاج محتاج ده محتاج م. ده يعني برنامج زي اللي احنا يعني بنتكلم فيه دلوقتي هل العالم شايفه هو ده الموضوع؟ وشايفه فين ولاي درجه بيأثر فيعني ده مهم جدا آآ آآ وجود الشباب ده على ارض مصر في هذا التوقيت بهذا التنظيم وبهذه الطريقه في الحقيقه هو نموذج محترم م. يجب ان احنا نشتغل عليه على مدار العام يعني من باب حتى طرح الافكار مع حضرتك مثل هذه البرامج اعتقد مش مستهدف بيها حد بره نطاق مصر لكن الافكار اللي ممكن برضو تكون مطروحه مع حضرتك فكره التسويق لمصر من خلال المؤتمر انه اجهزه معينه او جهات معينه داخل الدوله تكون معنيه بده انه تأخذ مثلا فكره المؤتمر خالص اليها وليكن مثلا مثلا يعني تبني التنميه في افريقيا بشكل معين او جزئيه معينه مرتبطه بالتنميه في افريقيا. هل هنا يعني جهات معينه داخل الدوله او تابعه للمؤتمر تبدا التسويق لهذه الفكره وانا بشكل غير مباشر هنا بسوق لمصر او بدي صوره جيده لمصر؟ انه مؤتمر الشباب في شرم الشيخ تبنى كذا وكذا وكذا بشكل ضمني الناس هتفهم انه كان في مؤتمر في في مصر بشكل معين رئيس الدوله حضره وفعاليات الى اخر كل هذا دي مجرد فكره مثلا يعني عند حضرتك حق <applause> وفي الحقيقه المحاور الاساسيه للمنتدى اللي قايمه على الاعمده السبعه المستوحاه من الدكتور كتاب الدكتور ميلاد حنا <applause> يعني هقول لحضرتك هي فعلا يعني في مكانها وفي موضعها في الحقيقه يعني انت لما بتتكلم على المحاور مصر الفرعونيه مصر في احتكاكها بالحضاره اليونانيه مصر في اطارها العربي في اطارها الافريقي في في البحر المتوسطي في الاسلامي فعلا ده اللي يعني هي دي الشخصيه المصريه فعلى قدر حضارة الشخصية المصرية وعلى قدر قدرة الشخصية المصرية أنها تفضل ثابتة رغم كل المتغيرات اللي بتحيط بها خلال الفترة الماضية بتقدم نموذج محترم لحضارات العالم أو للعالم المتقدم نحن بنقول عليه أنه هو متقدم دلوقتي أن هذا الشعب أو هذا الشاب أو هذا المواطن المصري عنده أصول وجذور تاريخية وحضارية كبيرة جدا بتخليه قادر أنه يعمل مستحيل رغم القدرات الأقل تمام روح للاستاذ احمد بعد ما شربت ميه خلاص اه الحمد لله فيما يتعلق برضه بمشاركه الشباب، إلى أي مدى شايف إنه وجودكم أنتم في مثل هذا المؤتمر مؤشر أو أداة لتوليد أفكار جديدة؟ هل فكرة يعني حالة العصف الذهني اللي بتشمل كل شرائح دي من مختلف دول العالم العربي ودول العالم مفيدة فعلاً في توليد أفكار جديدة ولا شايفها إزاي؟ والله زي ما الاستاذ حسين بيقول ان ان الجمع المهول من شباب العالم وتبني الافكار بتاعه الشباب الجديده كان في توصيات للسيد الرئيس ان هو امر بانشاء مراكز ثقافيه بعد المنتدى الاول تجمع ثقافات افريقيا مع ثقافات اوروبا والعالم الخارجي برضو دي احنا شايفينها ان هي كانت اول مره تحصل في في مصر ان يبقى في مركز ثقافي عالمي يقدر يزوره الشباب من مختلف الدول ويقدروا ان هم يستفيدوا منه الاستفاده اللي, اللي هم عايزينها م. احنا المؤتمر هذا العام بيتكلم بناء السلام بناء الشخصية بالنسبة لتبني الافكار بتاعت الشباب الافكار الجديدة اه طرح افكار جديدة والنصب التذكاري لاحياء الانسانية دي كانت فكرة جديدة جدا وحاجة يعني انا شايفها ان هو يعني لما تبقى موجودة على ارض السلام في شرم الشيخ دي رسالة بتوصل لكل العالم ان احنا بلد سلام والريس ذكر برضه في 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 احد اللقاءات بتاعته ان اول رئيس جمهوريه رئيس السادات أول رئيس جمهوريه يتبنى فكره السلام و وان احنا بلد قائمه على السلام النفسي والسلام العالمي والسلام الداخلي ولكن قوى الشر دايما بتبقى مترصده تمام بس انا انا هعيدك للفكره انا بطرحها معاك يعني انت شاركت في المؤتمر السنه اللي فاتت إحنا في منا شباب شارك مشاركين، شارك أنا ما شاركتش لأن كان كان عندي حصل ظروف لكن كان أنا كنت أتمنى إن أنت تكون موجود كنت حكيت لنا يعني إيه الصورة بتتم إزاي بتتم أو حتى الناس اللي شاركوا لو إحنا عندنا خبر بالفعل صور آه يعني حالة التلاقي ما بينهم وبين ثقافات تانية مختلفة، هل المسألة بس بتقتصر في على فكرة التعارف إنه ناس من عندنا وتعارفوا على ناس من أوروبا أو أماكن تانية على امتداد العالم ولا حالة النقاشات بتكون ازاي بينكم يعني؟ هو الشباب اللي شارك طبعا بيتم عمل ورش عمل لهم ورش عمل بتجمع مجالات مختلفة في مثلا مجال الثقافة بيتم وضع آليات لها فبيشارك فيها أكتر من دولة التنمية تنمية إفريقيا افريقيا التي نحلم بها ده كان محور من محاور المؤتمر 2026 تقريبا ده ان ان الورش العمل دي بتفيد الشباب مشاركه الشباب بوضع خطه نشتغل عليها في المستقبل القريب او البعيد على المدى القريب او البعيد وبيطلع منها نتائج وتوصيات من الورش العمل دي بتطرح للجمهور قدام السيد الرئيس والحضور وبيتم تنفيذها يعني بتبقى من 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 ضمن خطط العمل اللي هتتنفذ في في بعد المنتدى وشايف برضو مش بس ورش عمل ان بيتشاركوا ثقافتهم من خلال لقاءات بعض الشباب الاعلاميين من بعض الدول الحضور للمنتدى بيتم مناقشه الشباب المصري في 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 ارائه آه. بس الشباب المشاركه استاذ احمد هل هم فعلا لسان حال كل الشباب في مصر ولا الشباب المشارك ده بيكون نوعيه خاصه يعني ممكن يكون ليه سمات معينه على مستوى معين من التعليم مثقف بيجيد لغه الى اخر ده كله ولا شايف انه لسان حال الشباب على امتداد <applause> الشارع المصري موجود ولعل النقطه دي برضو هترحب معاك استاذ حسين يعني أنا أنا شايف إن إن تمثيل الشباب هو يعني مش تمثيل كامل هم معتمدين أه على بعض فئات الشباب ومعظمهم بيشارك كل كل مرة فده يعني إحنا ككيان شبابي مثلاً ممكن بنطرح اللي هو اللي هيكون وجهتنا اللي هيمثلنا هناك اللي هيقدر يطرح اللي يقدر فكره يتكلم جديدة. يقدر يقدر آه. يعني. ولكن مهم جدا برضو وجود الفئات المختلفه من الشباب حتى الشاب مش الحاصل على تعليم عالي او ذو ثقافه بس لان هو الشاب اللي مش فاهم ده لما هيروح هناك وهيشوف المشهد العالمي ده وهيشوف شكل مصر الحقيقيه في منتدى شرم الشيخ وان مصر قادره على انها تعمل مؤتمر شبابي كل عام يعني توصيته ان هو هينعقد كل عام يعني على الفكره دي ممكن تكون مطروحه برضو وتتناقش في المؤتمر آه طبعًا،, طبعاً يكون شرائح تانية من الشباب ممكن يكون على مستوى هي ثقافي او تعليمي هي دي, دي اللي احنا بنتكلم فيها يعني أه. كان كنا بندردش انا والاستاذ حسين ان كل الموضوع كل الموضوع ان احنا لما نحب نعمل حاجه لازم نشارك فيها الفئات المختلفه تمام. بحيث ان ان كله يكون ممثل تمثيل امثل م. للشكل اللي احنا عايزين نظهر بيه مش بس فئه معينه. نفس الفكره اطرحها لحضرتك بعد الفاصل نخرج اليه الان فاصل قصير جدا واعود اليكم بعد قليل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا دائما. اهلا بكم مجددا نعود اليك استاذ حسين ذات النقطه التي ربما طرحناها قبل الفاصل فيما فيما يتعلق بمساله الشريحه المشاركه من الشباب في المؤتمر هل هي عاكسه لكل اطياف الشباب في الشارع المصري ولا المشاركون لابد ان يكونوا على قدر معين من الثقافه يجيد اكثر من لغه مثلا مستوى تعليمي معين في الحقيقه انا بايد فكره احمد في قصه ضروره التمثيل الكامل لكل شرائح الشباب في مصر <applause> وانا بطرح فكره يعني لو لو عملنا بيه اعتقد انه ممكن يكون التمثيل ده بشكل اكبر ان هو وليكن في منتدى لشباب العشوائيات منتدى لشباب المناطق المحرومه منتدى لشباب المناطق النائيه في هذا العصف ما بين الشباب في هذه المناطق وفي هذه الاحياء اعتقد ان هو هيطلع لنا شريحه هي فعلا موجوده في المجتمع هي موجوده بينا هي قطاع مش قليل بس التسعينات دي مش هتبقى عنصرية شوية يعني إن لا انت أنا إن انت أنا بتكلم أنا بتكلم على إن إحنا عاوزين ناخد م. يعني وليكن نسميها قادة رأي من هذه المناطق آه. آه يعني إن هذه المناطق هي الأكثر احتياجا بالفعل صحيح. للتنوير للفكر للوعي للثقافة في هذه المناطق هي, برضو. هي النسبه الاكبر للاسف للافكار الظلاميه اللي ممكن تاثر فيهم م. في الحقيقه إحنا, احنا لو اشتغلنا على هذه القطاعات اعتقد ان احنا يعني يعني هنقلل كتير جدا من قصص الارهاب والتطرف والافكار اللي ممكن تؤدي بينا الى اشياء يعني غير مطلوبه م. التحدث الى هذا الشباب وان انت يبقي فيه فعل ورد فعل وحوار وتعرفوا هما بيفكروا ازاي وعاوزين ايه وانت ممكن تقدم لهم وهم يفهموك هم يفهموك ويوصلوا له احنا بنعيب على قطاع من الشباب انه بيقلد بعض النماذج السلبيه اللي بتيجي في الدراما لكن هو فعلا القطاع ده موجود م. احنا لو وصلنا لهذا القطاع بشكل ايجابي على مدار العام وكنا شفنا مجموعه منهم قدرنا احنا يعني نثقل وعيهم وفكرهم وقدرنا ان احنا نخليهم يمثلوا هذا القطاع اعتقد إنه هو هيكون تمثيل مهم كل قطاعات الشباب في مثل هذه المنتديات يجب ان يتم تمثيلهم حتى لو كان تمثيل نسبي لكن احنا يجب ان احنا نكون حريصين على ده لان هو دوت ده يعني دو في عظم المجتمع هو دوت اللي بينخر في عظم المجتمع او العكس يا اما يعني ناخد بايديه ونطلع يا يعني اما هو للاسف ياخدنا وينزل فيعني تمثيل هذه القطاعات في منتدى مثل هذا المنتدى او ليكن هناك منتدى محلي يعني وبعدين يبقى في منتدى لكل الشباب انا بايد احمد هذه الفكره اتفضل واتمنى ان ال الكتل الشبابيه اللي زي اللي فيها احمد وغيره يكون لهم دور في ده ها. المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الاهليه اللي النهارده الرئيس وعد ان هو هيغير قانون الجامعات الاهليه يكون لهم دور في ده والدوله الدعم ده ها. مش العكس ها. من حوالي اسبوعين تقريبا او اكتر كان في خبر كده تابعناه برضو يمكن عرضناه هنا كان في من وحي منتدى الشباب شرم الشيخ محافظه كفر الشيخ عملت منتدى شباب كفر الشيخ حقيقي. برضو بنفس السياق انه تمت مناقشه دور الشباب في التنميه وما شابه ولعل برضه من وحي الفكره دي فكره برضو بنطرحها مع حضراتكم انه ممكن كل محافظه تعمل منتدى للشباب عندها بشكل مثلا دوري الى ان ياتي المؤتمر اللي هو الجامع السنوي في شهر نوفمبر من كل عام وهنا بياتي دور المحافظين وحتى رؤساء الاحياء م. يعني ده ممكن يتعمل على مستوى اقل في الاحياء مصغر طبعًا. في الاحياء كويس ودوت اكيد يعني هينتج عنه يعني مجموعه شباب هذه المناطق عندما ترى ان الدوله تهتم بها صدقني ده النصف النجاح. صحيح النصف الثاني على قدرتي انا وارادتي انا ورغبتي انا في ان انا اخد بايديهم. وزي ما حضرتك اشرت انه ده صمام امان قوي بالنسبه حقيقي. للمجتمع لهذه الشريحه يعني. حقيقي. حقيقي. طيب حضرتك كنت عايز تعقب على الجانب الاعلامي او التسويق الإعلامي؟ مش بس الجانب الاعلامي انا الاستاذ حسين اتكلم في نقطه طبعا انا كنت يعني مش عارف اتكلم عنها ازاي فاطرحها ازاي يعني. احنا فعلا بالفعل قائمين في في محافظه الدقهليه لانها هي محافظتي ان احنا بنعمل منتدى شباب الدقهليه. وبالفعل بنسعى في التواصل مع السيد المحافظ بس كده كفر الشيخ ما, ما المحافظات عامه احنا نتمنى ان النموذج ينتقل من شرم الشيخ ينتقل بقى لكل المحافظات الاقليميه مش بس يكون مش شرط يكون السيد الرئيس لأن السيد الرئيس مش هيبقى مهتم بكل ب ب حاجة أو يحضر كل حاجة ممكن يبقى زي ما الأستاذ حسين بيقول الرئيس المدينة أو رئيس الوحدة المحلية القروي ممكن رئيس وحدة محلية يعمل مؤتمر ويناقش ويجيب الشباب أنا بقولك الفكرة سويق. في كفر الشيخ عجبتني لأنه حتى الشباب بحثوا حتى مع بعض رجال الأعمال والناس المسؤولين هناك فكرة برضه بعض المشاريع التنموية اه يعني طبعًا. حتى في نطاق المحافظه، فلعل انت برضه تجربتكم في محافظه الدقهليه ان شاء الله تكون احنا لسه قائمين عليها، حطينا يعني. البرنامج، حطينا الآليات، حطينا المتحدثين، حطينا شكل الـ الـ المحاور اللي المؤتمر هيبقى قائم عليها، طبعا احنا برضه بنسعى ان احنا ندخل فيها رئيس الجامعه وجامعه المنصوره و... طبعا لازم يكون بحيث اه بحيث لازم. ان احنا نعمل اندماج بين المجتمع والفئات المهمشة والفئات اللي هي مفي... يعني مش متعلمة بمعنى أصح التعليم العالي وندمجها مع أصحاب التعليم العالي وأصحاب الرأي وأصحاب... وصناع القرار في المحافظة وهيبقى في فقرة برضو بنعتمد عليها اسال المحافظ، اي حد عنده مشكلة، اي حد عنده سؤال من واحد الرئيس فخليه يسال المحافظ اسال المحافظ ماشي, ماشي فده برضو فده نموذج احنا عايزين نعمل النماذج دي بحيث ان احنا نتواصل <applause> تواصل كامل مع المجتمع، يعني <applause> انا مش جايب شباب يقعد ي يستمع ل ل ل لمحاور ويستمع لثقافة او يستمع لرؤية بتتقال وبعد كده بيروح ومش فاهم حاجة، لا انا هخليه يشارك معايا ان هو يسال المحافظ طب حضرتك يا سياده المحافظ مثلا ايه التنميق خط التنميه اللي حضرتك صحيح. هتتجه ليه تنميه اقتصاديه تنميه ثقافيه هل هتعتمد على اليات معينه هل فالمحافظ لما يتفاعل مع الشباب او مع الشعب عامه الموجود هتلاقي في رد فعل قوي الفكره لو نجحت عندكم في الدهلية بما ان انتم متواجدين في 14 محافظه قلت لي اه حاول بقى ان شاء الله تطبقها اه بننتقل بيها طبعا بننتقل بيها مع قيادات الكتله في المحافظات حيث. انا انا مش عارف مش عارف اوصل لاجنده المؤتمر من من كتر الافكار فلو عايز تعقب على الجانب الإعلام الاعلامي عن الجانب عن الاعلامي الجانب الاعلامي الاستاذ حسين طبعا هو اعلم مني بالموضوع ده وراجل اعلامي نكون له كل الاحترام موضوع الإعلام هو عين الشارع المصري طبعا من صحف لسوشيال ميديا لقنوات فضائية او محلية هو ده المفروض ان انا مش هنقل بس المؤتمر في ساعاته اللي موجود فيها وبعد ما ينتهي ما عدتش اجيب سيرته، لا ده طبعا لازم يكون فيه على الاقل خالص انا بناقش مع مع شباب بعد ما بعد المؤتمر ايه اللي تم في المؤتمر ولهم لهم الرؤيه اللي اتعملت هناك تتعامل في 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 الاعلام. كنت بقترح لو لو في نداء لوزاره الثقافه ان احنا نعمل كتيب إيه إيه للي حصل والنماذج اللي, اللي عرضت في افكارها في المؤتمر او في المنتدى وتتنقل للمكاتب العامه ان انا كشاب ممكن ادخل مثلا اي مكتبه عامه اجيب الكتاب واقرا ايه اللي حصل في المنتدى ولعل لعل الفكر التنفيذ التوصيات دي ربما يكون معني بيها جهات أكثر من وزاره الثقافه مع كم الاحترام وتقدير للطرح حضرتك اصل ما يفيدنا بان احنا بنقرا ما تم آه تناوله في تناوله في لكن الاهم ما يتم تنفيذه ولا ايه رايك يا استاذ حسين؟ يعني انه فكره التنفيذ اهم اكثر من فكره ما خلصنا ليه؟ ايه اللي احنا حققناه من هذه التوصيات؟ طبعا عند حضرتك طب. حق لكن خليني اقول لاحمد ان فكره المشاركه في حد ذاتها ان يعني النهارده شايفين رئيس الجمهوريه، رئيس جمهوريه مصر العربيه قاعد مع ملتقى شبابي من مختلف دول العالم. حتى اللقطه دي اللي بتتنقل بمجرد بس انها بتتنقل م. انها بتتصور انها بتروح لاعلام خارجي او وكالات انباء خارجيه او او وهذا الشباب بيكلم الرئيس وبيتحاور مع الرئيس ويختلف مع الرئيس والرئيس بيرد وبيتكلم م. وبيتناقش وبيبعت رسائل لقاده الدول اللي الشباب دوت حاضر قدامه في الحقيقه اللقطه دي يعني يعني ما هو اه بس يبقى سؤال مين اللي بيشتغل على ده؟ يعني مين معني بان هو يشتغل على ده زي ما حضرتك اشرت احنا هنرجع هنرجع تاني لل للجهات المسؤوله على الشغل ده احنا مم. يعني خلينا اقول ان ده, ده ده التاني عام على التوالي اوكي لكن مع التجربه احنا اكيد استفدنا الزخم اللي موجود دلوقتي يا استاذ احمد مختلف اكيد عن الزخم اللي كان موجود في المؤتمر الاول او المنتدى الاول فهم. احنا يعني نتمنى ان في الثالث وفي الرابع وفي الخامس وان شاء الله نكون قادرين على التنظيم يكون قادرين على توالي واستمرار هذا المنتدى ان اكيد احنا بنتلافى الاخطاء وبنعظم الايجابيات تمام كويس وزي ما حضرتك قلت ان وزاره الثقافه وحدها مش كفايه لا كل جهات الدوله كل الجهات المسؤوله وكل فريق العمل اللي بيشتغل في مثل هذا المنتدى او في مثل هذا المؤتمر اعتقد ان نسبه التعاون بينهم كبيره جدا وده واضح بشكل كبير نرجع نقول كان في عمل إرهابي ليلة المنتدى لكن أول وتاني وإن شاء الله ثالث يوم نجد هذا الزخم ونجد هذه الإرادة المصرية اللي بتتحرك بشكل كبير على مستوى الإنسان. إحنا يمكن من أهم المحاور اللي بتناولها المنتدى هو إعداد قادة المستقبل. ف... النهارده الرئيس بيكلم قادة العالم وبيقول لهم أو بيقول لقادة العالم الكبير يعني أو العالم المتقدم يعني يعني لا تستقوا ولا تختروا بانفسكم وبقوتكم ده في حضور شباب من هذه الدول ودي رساله برضه ودي رساله دي رساله كبيره جدا ليهم في حضور شباب ومواطنين من هذه الدول اعتقد ان دول فاهمينها ووعينها انت بتاثر فيهم يا استاذ احمد مم. الميزه في هذا المنتدى سواء كان في دورته الاولى او الثانيه يا احمد ان انت بتاثر في هذا المجتمع وان انت صاحب الفعل انت فعل. لا تنتظر رده الفعل لان المره دي انت اللي مبادر انت اللي بتهاجم انت اللي بتقول لهم انا موجود وعارف اتحرك وبتعامل معاكم بسبل اخرى يعني 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 غير العناصر الاقتصاديه وبصنع القادة مم. غير العناصر الاقتصاديه او غير معايير القوه زي ما بنقول او توازن القوه هنا او هنا لا انا بتعامل بدرجه كبيره من التاثير في الاتجاهات بدرجه كبيره في التاثير من التاثير في الوعي انت لما تجيب شباب عربي وشباب اوروبي وشباب امريكي وشباب من مختلف جنسيات العالم وانت بتتحرك معاهم وبتقول لهم انا هنا وموجود وناقشوني وهناقشكم وهقنعكم وهتقنعوني وهنختلف وهنتفق م. انت انت بتقدم صوره ايجابيه عن المجتمع المصري ما بعد سنوات الفوضى م. في الحقيقه دي رساله مهمه جدا احنا محتاجين ليها الجيش المصري والشرطه المصريه تقوم بواجبها تحافظ على الحدود تحافظ على الامن داخل اطار الدوله لكن انت بتتحرك بشكل يعني يعني ليه علاقه بالوعي والادراك ان اللي جاي ان اللي جاي لازم تكون عندك قدره على التاثير، هذه القوى الناعمه اعتقد ان يعني اولى مراحل القوى الناعمه او استعادتنا لهذه القوى الناعمه، احنا لما نجيب نموذج للمحاكاه لقمه عربيه افريقيه، احنا لما نيجي نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه في العالم احنا لما نيجي نتكلم عن التنميه المستدامه الثلاث اركان الرئيسيه للمنتدى ايه يا استاذ احمد هي التنميه السلام الابداع في حقيقه ثلاث محاور مهمين جدا ومنهم مهمين طبعا بينبثق قضايا كثيره لكن على طبعًا. ذكر على ذكر حتى التجربه الاخيره ربما عقدت اليوم مساله القمه العربيه الافريقيه او نموذج محاكاه محاكاه لقمه عربيه افريقيه وايضا واصلا بما اشار اليه الاستاذ احمد فكره ان توصيات المؤتمر تبقى حيه على مدار العام وانا زدت على هذه الفكره المهم التنفيذ يعني صحيح. المهم او هم ما خلص اليه المؤتمر الى مدى ممكن يتم تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع هذه القمه خلصت مثلا على ذروة انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في الدول الافريقيه توصيه كهذه يا استاذ حسين مثلا هيكون مين معني بيها ولعل الطرح ده انا طرحته برضه بالامس الى اي مدى توصيات المؤتمر قابلة للتنفيذ أو قابلة لمراقبة التنفيذ أو تقييم تنفيذها من العام للآخر يعني الدولة المصرية مدام يعني أقامت مثل هذا المنتدى والجهات المسؤولة عن إقامة هذا المنتدى يجب أولا يكون عندها رغبة أكيدة في تحقيق أو تنفيذ هذه التوصيات واعتقد ان الرغبه دي موجوده بس هنا تنفيذها ربما تخطى حدود مصر يعني لو على هو احنا وده <applause> اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ <applause> احمد <applause> <applause> انت 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 يعني خرجت من الاطار المحلية انت حط نفسك في اختبار يعني يعني م. اه حتى لو مش هتحقق ده بدرجه 100% لكن لازم يكون عندك الرغبه اولا والقدره م. ثانيا ان انت تتحرك في هذا الاتجاه اه احنا هيبقى في عناصر خارجيه اه هنتعامل مع الاخر فكره المنتدى اصلا قايمه على كيفيه التعامل مع الاخر ولا عندك قدره على ده ولا لا م. احنا اذا كنا نجحنا في الدوره الاولانيه ونجحنا في الدوره الثانيه على مستوى التنظيم وعلى مستوى التحرك وعلى مستوى ان يبقى في تلاقي ما بينك وبينهم اه لازم تختبر نفسك في قدرتك على تنفيذ هذه التوصيات وما دام احنا عندنا القدره والرغبه في ده اعتقد ان ده هيتحقق بدرجه كبيره هي يعني هيزيد من من قدرتك على ده هذا التفاعل وهذا الزخم اللي انت شفته من الشباب او الدول اللي اكيد بتراقب دلوقتي ازاي مصر بتقيم هذا المنتدى وازاي الفكره لمعت بهذا الشكل وازاي اثرت بهذا الشكل مصر اذا صارت على هذا النهج وعلى هذه القدره على التاثير اعتقد ان هيكون على مستوى السياسه الخارجي وطبعا بقى بتطبيقاته كلها على المستويات الاخرى ان مصر تعود قوتها الناعمه وبقوه سواء طيب. كان في المنطقه الافريقيه او العربيه او حتى الاوروبيه والأمريكية طيب قبل ان نخرج الى الفاصل اخذ من حضراتكم عناوين رئيسه كده لاهم ما استوقفكم من قضايا مثاره في المؤتمر استاذ احمد مثلا ايه اهم القضايا هنعيشها مع حضرتك في الجزء الاخير آه بناء بناء السلام العالمي آه الاهتمام بالقضايا المحليه والعالميه <applause> انشاء مراكز للثقافات الافريقيه والاوروبيه او العالم الخارجي برضو. اعداد القاده، اعداد قاده دي المجتمع. دي ربما قضايا عامه لكن انا انا ممكن بتكلم على حاجات مرتبطه باجنده النقاشات اللي جرت في خلال اليومين الماضيين، في حاجه استوقفتك في الجلسات العمل او ورش النقاشيه اللي كانت حاضره امبارح واول. أنا شايف إن إن الاهتمام استوقفني الاهتمام بالسلام مع الحادث الإرهابي. آه. ده كان مهم جدا بالنسبة لي أشوف م. إيه الصورة اللي هتخرج مع الحادث اللي اللي تم تنفيذه ليلة المنتدى. طب بشكل عام الأجندة السنة دي يعني في بعض ال يعني مثلا مطروح فكرة قضايا المياه مثلا أفريقيا 2063 بعض ال بعض هذه مستقبل المنطقة بعد نهاية الصراعات والحروب، <applause> قضايا كهذه في بعضها لفت نظرك ولا؟ اه طبعا احنا ب... بنهتم بالقضايا دي طبعا م. يعني قضايا ال... بعد الحرب او التنمية المستدامة، م. برضو استوقفني برضه الحفاظ على المياه المحلية بتاعتنا في مصر، ده برضو أنا أنا مهتم بيه جدا ومهتم أعرف الملف ده رايح لفين. مم. طيب برضو عناوين رئيسة كده أستاذ حسين هرجع لك فيها بعد الفاصل من أهم الملفات يا لو شك. اخترت بعض من أهم البعض. الملفات دور قادة العالم في السلام آه. إعداد قادة المستقبل آه. الثالث له علاقة بإفريقيا ومفهوم اللطف الإنساني وده ممكن نتكلم عنه بعد الفاصل طيب. إن شاء الله طيب نخرج إلى فاصل إذا مشاهدينا وبعد قليل نعود إليكم في الجزء الأخير من حلقة الليلة أبقوا دائما معنا اهلا بكم الى الاخير وحديثنا مستمر مع حضراتكم حول منتدى شباب العالم زي ما قلت لحضراتكم على امتداد ايام المنتدى او المؤتمر هيكون لنا تواجد مع حضراتكم او ليه مساحه ثابته معنا هنا في برنامج مع الناس لمتابعه فعالياته واهم القضايا المثاره في هذه الجلسات الحواريه والنقاشيه والتي يعني تخلص الى نتائج مهمه جدا ربما من وجهه نظر الشباب لو تحققت او تم تنفيذها على ارض الواقع كثير من مشاكلنا على امتداد العالم ربما تنتهي أعود مباشرة إليك هذه المرة أستاذ أحمد فيما يتعلق بما استوقفك من قضايا لعلك اخترت بعض القضايا كبناء السلام العالمي وبعض القضايا المحلية مثارة طبعا وإنشاء مراكز للثقافات الأوروبية والعربية المختلفة فإذا كان في نقطة حرك حب يعني تبدأ بالتأكيد عليها انا ابدا بان الشباب العالمي والشباب المصري طبعا احنا في حاجه عن الانفتاح على ثقافات العالم الخارجي انا مثلا كشاب مصري على سبيل المثال لا اعلم عن ثقافه شباب العالم اي شيء ربما من افلام وثائقيه بتفرج عليها ربما من حديث ثقافات يعني ربما البعض يقول لك ان العالم دلوقتي اصبح قريه يعني صغيره هذا العالم على امتداده من اسهل ما يكون انت تتعرف على لا ثقافات طبعا شعوب مختلفه لا, لا طبعا الثقافه العامه او 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 اللي هم اللي بتسمى طقوس الدوله الفلانيه او كده انا بتكلم عن الطلاق الفكري للشباب انا ثقافتي مثلا كشاب عربي او شاب مصري ليه عادات وتقاليد عندي اهتمامات معينه ربما العالم لا يعلم عنها اي شيء وربما انا لا اعلم عن شباب العالم اي شيء فكره ان يبقى في مركز ثقافي في 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 ظل وجود احداث عالميه بتحصل وعمليات وعمليات بتفيد بتفيد ان الدول مثلا ما تقدرش ان هي تمارس عمليه التواصل على طول على مر يعني في دول احنا في كشباب قاطعين مثلا التعامل معها في دول انا مثلا لو ذكرت اسمها قدامي انا يعني انزعج او مش عايز اسمع عنها اي شيء ولكن انا بقول الفكره العامه ان انا يكون في مركز ثقافي عالمي اقدر اوصل ليه ابحث عن اي معلومه اقدر تفيدني عن الثقافه للدول المعينه لشباب معين لقضايا معينه دي فكرة أنا كنت حابب أتكلم فيها الفكرة تانية اللي هي إعداد قادة المستقبل م. قادة المستقبل اللي الرئيس اتكلم فيها في الجلسة الأخيرة النهاردة إن دي رسالة جد يعني كبيرة جدا للعالم إن أنا مصر هي صناعة القادة في شرم الشيخ وإن المؤتمر هيتعامل كل سنة هيتم إقامته كل سنة ده فكرة يعني أنا شايف إن هي انجاز حقيقي وتواصل اجيال وهتفضل مستمره حتى مع الاجيال اللي جايه تمام طيب فيما يتعلق بك استاذ حسين حضرتك اخترت ثلاث قضايا دور قاده العالم في السلام اعداد قاده المستقبل لو علي الاستاذ احمد ايضا تحدث اليها واشار اليها والملف الافريقي فتبدا بيه فيما يخص يعني دور قاده العالم في مساله السلام في الحقيقه احنا بنحط هؤلاء القاده امام مسؤوليتهم امام التاريخ وامام شعوبهم وامام الشعوب الاخرى مم. ده جانب مهم جدا طبعا هو السياسة في العالم لا تؤخذ بالأمنيات ولا, بال... ولا بالتوصيات ولا بال... أنك تتمنى أن يحدث ذلك لكن على الأقل أنت بتوصل رسالة إلى هؤلاء القادة أن يا جماعة أنتوا بتتكلموا عن السلام أنتوا بتتكلموا عن حقوق الإنسان أنتوا بتتكلموا عن الديمقراطية بتتكلموا عن الاستقلال لكنكم عند الجد ربما تفعلون غير ذلك وده جانب مهم جدا وبنحطهم قدام مسئوليتهم قدام التاريخ ولعل يعني ياتي بثماره بس يعني بس ماذا بعد يعني ماذا بعد ما انت اتوجه لهم توجه هذا النقد ليهم هل تعتقد انه هيغير من الامر شيء يعني, يعني مثلا هيقلل من انحياز امريكا مثلا لاسرائيل مثلا في بعض الامور لو وجه انتقاد للولايات على الأقل المتحدة في ادنى حدود اثر ده م. ان انت بتقول للناس دي بتقول للعالم ده يا اخوانا ان القاده دول اللي بيتكلموا عن السلام هم لا يقيمون السلام اللي بيتكلموا عن العدل لا يقيمون العدل في الحقيقه يعني يعني حتى على الاقل قدام شعوبهم يعني يعني م. الشعوب هناك يعني يعني ربما تقدر هذا ربما يعني يعني بنقول لهم يا جماعه في فرق كبير ما بين الشعارات اللي انتم بتقولوها الرئيس قال انه من حقوق الانسان ان تحافظ على بلدك طبعا لكن هذا لا يحدث ربما لا يغير كثيرا لكنه على الاقل بيقدم رساله وده يعني ده مهم من ومن دور منتده ده منتدى ده منتدى انت مش مش في مجلس الامن ولا انت م. في الامم المتحده انت بتوصل رسائل حتى لو كانت الرسائل تؤدي تاثيرها آه بدرجه 10 20% لكنها في اخر رسالة موجود ادبيه حتى. حقيقي م. في الحقيقه م. آه اما فيما يخص الـ 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 الملف الافريقي آه في الحقيقه هو تم تناوله بشكل يعني آه يعني برضو يسير في اطار التعامل مع الانسان يعني افريقيا 2063 وده بعد قرن من بدء الاتحاد الافريقي يعني الرقم ده مقصود يقام على اساس سياسه ما يسمى بالزولو وده مستقدم من جنوب افريقيا وهو معناه اللطف الانساني مم. اللطف الانساني عندهم انت انسان اذا انت تستطيع ان تساعد يعني حتى في افريقيا آآ آآ لما لما اتكلمنا عن افريقيا او الدور الافريقي او الطلاق العربي الافريقي ايضا تحدثنا عن الانسان، حتى افريقيا تبحث الان عن الانسان، العامل البشري يا استاذ احمد في كل مجتمع من المجتمعات هو العامل الاهم، دايما بقول ان البلد مش مش حدود وبحار وتراب ومباني كل الدول هي عباره عن العنصر البشري وعن الانسان عندما يتحرك العالم في البحث عن الانسان الان وخاصه لما يكون في الدول العالم نامي زي الدول العربيه او الدول الافريقيه اعتقد ان احنا يعني بنصير في سكه مهمه جدا لنا في الفتره دي بعد فتره من الفوضى وفتره من الحروب وفتره من يعني عدم الاهتمام الكبير بالعنصر البشري مصر الان تهتم بالعنصر البشري واعتقد ان ده مهم جدا في الفتره دي على ذكر افريقيا مشكله افريقيا تكمن في من وجهه نظر حضرتك صحيح. هل 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 بتكمن مثلا في قضايا ومشاكل مرتبطه بالتنميه وما شابه ولا مشاكلها سياسيه في المقام الاول مرتبطه أحمد بالديمقراطيه الـ ف... افريقيا مظلومه على مدار التاريخ م. احنا لو درسنا تاريخ الدول الافريقيه رغم الدور المصري الكبير اللي كانت بتقوم فيه من حركات التحرر الافريقي و... لكن هقول لك ان الدول المتقدمه في العالم اقامت تقدمها على رفات افريقيا الموارد الطبيعيه في افريقيا على استعمارها لافريقيا انها يعني اخذت منها خيراتها وما زالت الى الان الى الان بعض الدول الافريقيه تتحدث اللغه المستعمر اللي كان فيها كثير جدا من تقدم بعض الدول في العالم قامت على نهبها واستعمارها <applause> لافريقيا افريقيا قاره مهمه جدا جدا واعتقد ان عوده مصر ليها بعد فتره من الاهمال هو امر مهم ويمكن قضيه المياه اللي بتخصنا احنا يعني يعني شعرنا بتاثيرها من اهمالنا للملف الافريقي. الدوله المصريه الان تتوجه الى افريقيا بشكل قوي على مختلف المستويات ودي سياسه اعتقد انها سياسه ايجابيه واحنا محتاجينها واتت بثمرها الفتره الماضيه. لكن برضو انا عايز بس يعني احط ايدي مع حضرتك على فيما يواجه افريقيا طالما افريقيا حاضرة في كثير من النقاشات حتى في منتدى شباب العالم وتابعنا بالأمس القريب قمة يعني أو اهتمام ألمانيا بإفريقيا كان هناك قمة أيضا مرتبطة بإفريقيا شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهناك أيضا قمة الصين أفريقيا وقمم كثيرة جدا على منتدى العالم ما بين أفريقيا وجهات مؤثرة في العالم. واضح إنه أفريقيا تمثل يعني مساحة لجائزه كبرى ما العالم يريد ان يقتسمها يعني، لكن ما الذي تحتاجه افريقيا؟ هل هي تحتاج فعلا مشروعات تنمويه وما شابه؟ ولا مشكلتها الحقيقيه تكمن في عدم وجود نظام سياسي مستقر وانظمه سياسيه مستقره داخل القاره، بما يعني انظمه ديمقراطيه موجوده في هذه الدول؟ ده بياكد الفكره اللي كنت بقولها يا استاذ احمد، افريقيا عانت سنوات طويله، عانت عشرات السنين من وطئه الاستعمار. وطأة الاستعمار اللي نهب ثرواتها وأثر على نظامها السياسي. هل الاستعمار ده بيعود مرة أخرى بشكل جديد تحت عناوين مسألة المشاركة وما شابه؟ الاهتمام نفسه بإفريقيا من بعض الدول الكبرى هو في حد ذاته ترجمة لنفس المعنى ولكن بأشكال وأساليب أخرى. م. يعني ده موجود وإحنا عارفينه. إفريقيا يعني اللعب فيها من دول متقدمة للأسف بيحصل كتير, فإلى الآن الأنظمة السياسية في إفريقيا لديها الموارد الطبيعية ولديها الإمكانات الفنية اللي تقدر تنهض بها لكن نرجع تاني نقول أن بعض الدول الكبرى يعني تقوم على نهب هذه القارة والاستيلاء على خيراتها حتى يعني يعني تقوم هي لان الايدي العامله الرخيصه الموارد الطبيعيه المتوفره افريقيا تحتاج يعني الى اراده كبيره شعبيه كبيره من هذه الدول لكي تقيم وتعود مره اخرى وتنهض بنفسها مره اخرى بدلا من الاختلافات الصغيره داخل بعض الدول حتى تقام هذه الدول على اساس يعني ربما يوازي مواردها الطبيعيه سعدنا بحضراتكم اشكركم شكرا جزيلا في الختام الاستاذ احمد حمدي رئيس الكتله الشبابيه المصريه شكرا جزيلا شكرا لك شكرا. خلص الشكر لك استاذ حسين الزناتي نائب رئيس تحرير الاهرام الامين العام المساعد بنقابه الصحفيين شكرا جزيلا شكرا لك جزيلا لك حسين. حسين. شكرا, شكرا, استاذ أحمد شكرا جزيلا في الختام اشكركم مشاهدينا غدا باذن الله حلقه جديده معكم مع الناس الى اللقاء